تفضل دكتور موسى. السلام عليكم، معكم الدكتور موسى العرج، مقيم أمراض باطني. اليوم راح نعمل فيزيت صباحي على مرضى المقبولين في مشفى القدس. رجعتنا مريضة 85 سنة، عندها سوابق CVA مع سكري نمط ثاني وفرحة سكرية في القدم، بقصة تغير وعي وتعب عام وزلة تنفسية من أسبوع. كان في عندها قيح من الضماد اللي بالقرحة السكرية، بالإضافة إنه عندها كثافة بالرئة وانسباب بالجنب الأيمن. فعملنا لها طبقة، عملنا لها طبقة وصورة صدر وتقييم مخبري. سي آر بيتا كانت ما مرتفعة بالبداية، لكن اليوم ارتفعت السي آر بي عندها. طبعا عملنا بازل جنب، كان نتيجة رشحي. اسمعوني حكيم. اسمعك ايه؟ تابع. ببزل الجنب كان عندنا 300 كريه بيضاء، 35 عتلات، 65 لمفيات، السكر مرتفع 373، والبروتين 20، البي اتش يعني. في عندنا قصور كلوي كمان، هيك معك دكتور موسى. في عندنا الكرياتين 1.6 واليوريا 66. السي ار بي 160 حكيم، ما في خطأ هون بالنقل. تمام، الكرياتين 1.60. تمام. هاي المريضة أول ما أجت يعني كان بالإضافة إلى قرحة القدم السكرية كان في عندها الضغط كان 9، فأول ما شافوه الشباب شافوا عند المريضة علامة إنتان مع علامات سيرس واضحة متلازمة، الاستجابة الالتهابية، كريات بيض مرتفعة، السي ار بي مرتفعة، وحتى في عنا يعني علامات لتدهور بالوظيفة الكلوية اللي هي تعتبر من الأعضاء الحيوية. فتم التوجه نحو تشخيص صدمة إنتانية. صدمة إنتانية ناجمة عن قدم سكرية بالإضافة لوجود الانصباب جنب الكثافة اللي طلعنا معنا ممكن تكون ذات رئة أيضا. النقطة إنه أول خطوة بنعملها في الصدمة الإنتانية، شو عملتوا يا دكتور موسى؟ أول شغلة إماها، لماذا؟ أشد أعطيتوها كم لتر؟ ثلاثة لتر ملح مع مراقبة صادر بولي لمدة 4 ساعات، راقب الضغط، حسن ضغطه بدون دواعي، تمام، بحيث ما يزيد عن يعني ما يزيد عن 20 ملي على الكيلو، مع الانتباه إنه هاي المريضة يعني إذا ملاحظين هي مريضة ذات خطر عالي للأمراض القلبية، سكر، سي في اي من قبل، وعمرها كبير. فأعطينا 500 ملي، كل دفعة بتعطوها 500 ملي، على مدار ساعتين ارتفع الضغط، تحسن الضغط، ما احتجنا نعطيها يعني رافعات ضغط. شو غطيتوا هاي القدم السكرية؟ هل تعتبر هاي القدم السكرية خفيفة ولا شديدة؟ طبعاً واضح يعني الأمر، بس لكن خلينا نقول شو علامات الشدة بالقرحة السكرية. أنت بنقول إن القرحة السكرية شديدة، ما كل قرحة سكرية بنشوفها هي شديدة. علامات بيكون في عنا نس قيحي، عمق القرحة واصل للعظم. العظم مثل هيدي اللي شايفين هون الأبيض هذا. تمام، غيره؟ لم بيكون عم يسبب أعراض عامة عند المريض مثل حرارة، عروقات، يعني عاملة سبسز مثل ما أنا شايفين. في عنا سبسز علاماته واضحة، سي ار بي هون 160 وليس 16، إذا ردنا نعدله ممكن. ولا عنا الكريات البيض مرتفعة. طيب، وبالنسبة إلى القطر، جاوبوا الشباب على الشات، جد القطر بنقول عنه قرحة شديدة. اثنين سنتي فما فوق، هذا معناتها قطرة كبير، معناتها هي شديدة. ارتفاع سرعة التسفل أيضا بتدلنا على وجود ذات عظم نقي،
مثلا اذا شفنا على الصوره البسيطه شفنا غاز يعني، لذلك لازم نطلب صوره بسيطه لهي المريضه. عموما المريضه دخلت بسبسد سبسز وسبتيك شوك، فهي حاله شديده والقرحه واضح انه هي اكبر من 2 سم او 2.5 سم بالضبط. فعملناها كما عملت صدمه الانتانيه زائد قرحه سكريه شديده. شو الخطه المعالجه اللي حطيتوها بعد ارتفاع الضغط على السوائل؟ تغطية إنتانية ووافيات معدية ومتابعة لموضوع الصدر، لأنه كان عندنا كثافة على صدورة الصدر. طيب شو تتوقع الجراثيم اللي موجودة هون بالقرحة السكرية؟ عنقوديات مذهبة ولا هوائيات. تمام. سلبيات الجرام ما تلعب دور هون كمان؟ سلبيات الجرام لا، ما الله شوف، لو كانت قرحة خفيفة، لو كانت قرحة خفيفة يعني أقل من 2.5 سنتي وما فيها قيح وما في السبسز، ممكن نعالجها فقط بنغطي العنقوديات المذهبة، مثلا أوغمنتين، حتى الدوكسيساكلين، جيل أول سيفالوسبورينات. إذا هون قرحة شديدة لازم تحط في ذهنك السلبيات والعنقوديات المذهبة واللاهوائيات. برأيك هاي العنقوديات المذهبة هون هي المقاومة للسلين ولا العادية؟ يعني شلون بتقول إنه هي مقاومة للسلين مثلا؟ امتى بنقول عن العنقوديات، امتى بنشك يعني إنه العنقوديات مذهبة المقاومة للسلين موجودة عند المرضى؟ لما بيكون المريض موضوع على تغطية. برافو عليك، إذا محطوط على الصادات الحيوية خلال 90 يوم سابق. غيره إذا داخل على المشفى أيضا خلال 90 يوم سابقة. إذا أي واحد أخذ صادات أو يعني خلال 3 شهور الماضية أو أخذ أو مقبول في المشفى، فلازم تشك بالعنقوديات المذهبة المقاومة للإنسولين. شو التغطية الإنتانية اللي غطيته فيها العنقوديات المذهبة هون عند أي مريضة؟ غطينا بسيفتازيدين وفانكو. تمام، لحالهم؟ بالإضافة لصاد مشان الهوائيات والفلاجيل. برافو عليك. طيب في واحد عم بيقول إنه هي مازال سبتيك شوك، إحنا ممكن نغطي 2 بسيدوموناس وواحد عنقوديات مذهبة، ما في مشكلة بالنسبة لهذا الموضوع. بالسبتيك شوك اما بتغطي واحد بسيدوموناس واحد عنقوديات مذهبه، او تغطي 2 بسيدوموناس واحد عنقوديات مذهبه، خاصه بالحالات الشديده والحالات يعني اللي انت متوقع فيها اكثر من عامل. بالنسبه لهي الحاله اذا غطيت سيفتازيديم غطيت بسيدوموناس، اذا غطيت الفانكومايسين غطيت العنقوديات المذهبه، والمترونيدازول بتغطي لا هوائيات، مع الانتباه انه هدول الثلاث ادويه بدهم تعديل بالقصور الكلوي. لو المريضه عندنا قصور كلوي الفانكومايسين بيتعدل حسب الجي اف ار، السيفتازيديم ايضا بيتعدل، بصير بدل 3 مرات مرتين، الميترونيدازول بدل 3 مرات مرتين، فانكومايسين حسب الجي اف ار. حسبتوا شيء الجي اف ار لها المريضه؟ قصور حاد حكيم، هاي ما حسبنا، ما بنعرف. والله المريضه عندها قرحه سكريه وسكرها غير مضبوط وغالبا عندها مشكله بعينيه، فممكن تكون يعني عندها قصور كلوي مزمن. الله لا مانع انه نعتبره حاد على مزمن، ممكن هذا الشيء، نعم بهذا الوضع يعني. لذلك لازم تعدل جرعه الفانكومايسين. هي محطوطه معدلي اليوم، كرياتينين تراجع صار 1.33 على السوائل، ويعني معالجه السبسيس. طبعا هيدي القرحه بدها تنظيف بشكل جيد، استشارة عظمية بشكل يومي أو يوم لا، بيعملوا لها تنظير للمنطقة، تنظير أساسي بيعطوها ماء أكسجيني أيضا، إضافة لمعالجة بالصدات الحيوية لمدة طويلة. بالصدمة الإنتانية بنعطي فانكو مع كليندا، صحيح؟ لا ما في يعني ما حدا بيعالج الفانكو مع كليندا مايسين. اثنيناتهم بيغطوا العنقوديات المذهبة، فما في فائدة من مشاركتهم مع بعضهم. الفائدة الأكبر من المشاركات هي دائما اتجاه سلبيات الجرام، وخاصة بسيدوموناس يعني. بس إنه نعطي صادين ويغطوا العنقوديات المذهبة لا ما بفيد يعني هذا الشيء.
جي اف ار 53% بقول لك الشباب. هذا البانكوميسين حسب هذا الجي اف ار بصير جرته. مرة واحدة يوميا كل 24 ساعة نعطي 1 جرام. تمام؟ طيب بالنسبة لهالصورة دكتور موسى، أنت قلت إنه بزلته الجنب، فعلا هو في خض موزو كان هون تكلس بالأبهر. بزلته الجنب طلع رشحي. رشحي، شو أسباب الرشحي؟ أسباب الرشحي قصور قلب، قصور كلي وقصور كبد. برأيك ليش المريضة بتتماشى مع ايش؟ كمان يضل ضغط وسكر، ممكن يكون عنده اعتلال الكلي سكري، ممكن مريض ضغط، ممكن يكون عنده صار عنده قصور قلب. بده يعني هذا دراسة شوي، تم ايكو قلب، تتأكد من بروتين كرياتين بولعينة عشوائية، تتأكد تشوف الوضع الكلي عند هاي المريضة. يعني انصباب جنب، نحن أول شيء كأنه فكرنا أنه ذات رئة، بس طلع عنا انصباب رشحي، فبدك تبحث عن سببه يعني، فتابع بخطة البحث عن سببه. إذا هاي المريضة باختصار قدم سكرية مع سيبتيك شوك وتحسنت على رافعات الضغط. تفضل الحالة اللي بعدها. الحالة اللي بعدها مريض 59 سنة، سوابقه صرع من عدة سنوات، سي في اي سابق واسكيميك هارت ديسيز، وعامل عملية استئصال بروستات، راجع بقصة تغير معي مفاجئ وضعف في الشق الأيسر. لدى القبول كان عنده الجلاسكو 12/15 مع خزل شق أيسر وخراخر أشدها في الطرف الأيمن بالصدر. صورة الصدر عند الطبق المحوري عند القبول ما في حدثي، ما في احتشاء بالجهة اليمنى كان. إيه أنا ولكن كان في عنده علامات احتشاء. يبدو دكتور كأنه أظن ضعف في الشق الأيمن كان، بس مشان التوضيح صح؟ كان ضعف في الشق الأيمن وليس الأيسر. إيه شق أيمن. تمام. لأنه دخلناها غلط أنا وفحصه كان. تمام. بس مع الوعي مع لأنه صار يعني القصة غريبة شوي، هلا واضحة. إذا المشكلة هي ضعف في الشق الأيمن. هلا نرجع. مثل ما أنا شايفين هذا الصورة عند القبول، الصورة عند القبول إذا شفنا الطرف الأيمن في عنده لون أسود، تمام، تقريبا على مسار الشريان المخي المتوسط، لكن نحن حاليا عندنا خزل شقي أيمن، ما بيتماشى انه الاصابه في الايمن والخزل الشقي الايمن، لازم يكون الاصابه في الشق الايسر. مين بيعرف شو هي العلامه الموجوده اللي بتشير في عنا اصابه بهذا الطبقي اللي عم باشر عليه انا هون؟ في علامه واضحه بتشير لنا ل ايش صاير مع المريض ك تمام دكتور زياد، برافو عليك. اسمها هايبردنس ساين او علامه زياده الكثافه. شايفين هذا الشريان المخي المتوسط بيطلع من هون، بيطلع من هون هون، عاده لازم ما يطلع بلون ابيض. لما بيصير فيه انسداد هذا الشريان بيتجمع الدم وراه، فبيظهر الدم بلون ابيض، فهي علامه هي مبكره للاحتشاء الدماغي. طبعا هو خزله أيمن وخوي على اليسار. هاي كان شايفينها كلها تكون هيدا هي. ايوه فخزله أيمن، معناتها هي لازم تكون إصابة هون. مريض انقبل في المشفى على أساس ستروك، تمام، تغير معي واضح مع الخزل الأيمن. الطبق الاول نعتبره هذا احتشاء قديم، هو عنده سي في اي قديم، وهذا السي في اي يعني من شدته صار معه صرع،
مريض يعني صار بيصير معه اختلاجات بشكل دائم، هذا يعني صرع وعائي. تمام، فقبلنا بالمشفى وعم نعطيه العلاج يعني الستروك العادي. خلال وجوده بالمشفى تطور عنده رجفان أذيني وذات رئة استنشاقية. عدنا الطبقي بعد 24 ساعة، رانا يا دكتور موسى. الطبقي بعد 24 ساعة بيّن عنا علامة احتشاء واسعة بالطرف الجانب الأيسر من المخ. تمام، مثل ما لكم شايفين الشيء الجديد أن المريض صار عنده احتشاء كمان في الجانب الأيسر. يعني مسكين هذا المريض، أنا يعني يمكن هاي أول مرة بحياتي بشوف مريض بيحتشي بالطرفين. يعني عادة المريض بيحتشي بهالطرف يرجع بيحتشي مرة تانية هون، يرجع بيحتشي مرة ثالثة، بس هذا المريض يعني هلا إذا حطينا يعني ما ضل عنده مخ سوى هالمنطقة الصغيرة بحياته، الباقي كله محتشي. فما بعرف، الإنذار كثير سيء. طبعا عملته تحريته عن الأسباب، ما هيك دكتور موسى؟ يعني عملته إيكو قلب، إيكو قلب مثلا. دائما مريض الاحتشاء شباب دماغي أربع شغلات لازم نعملها استقصاءات. شو هن يا دكتور موسى؟ إيكو قلب، تصوير شرايين بالإيكو، شرايين سباتية. تمام، ثلاثة ECG. ECG تمام، ونعيد السي تي. لا تنسوا أربع شغلات عشان نحدد المريض إيش في عنده. طبقي أول ما بيجي بعد 24-48 ساعة، تخطيط قلب، وبعض الكتب تكتب تخطيط هولتر. يعني هذا مريضنا نحن معروف عنده آيف، لكن أثناء وجوده المشفى صار الآيف سريع. هلا رح نحكي شلون دبرناه. الإيكو للسباتية عشان نشوف التصلب العصيدي مشان نعالجه، خاصة إنه ما يكون فوق 70% مثل مريضتنا الأسبوع الماضي اللي حكينا فيها. وإيكو قلب عشان نشوف إذا في خسارات، إذا في قصور قلب مرافق إلى آخره. إذا المريض باختصار احتشاء دماغي يعني للمرة الثانية متكرر مسبب له صرع. حاليا تغيب معي، طبعا هذا سبب تغيب معي انه احتشاء كبير جدا. يعني طيب، انتم قبلتوا المريض في المشفى، تطور عنده آيف، شو العلاج اللي عالجتوه للآيف؟ هذا السؤال مهم جدا. آيف 170 طبعا سريع. آيف 170 وضغط المريض كان نازل، فافضل خيار هو كان الجوكسين. يعني لو كان ضغطه عالي دكتور موسى، مثلا ضغطه 15، تعطيه مثلا حاصل بيتا او حاصل كلس؟ ممكن حاصل بيتا. طيب، ما بتخفض له الضغط هيك اذا اعطيته حاصل بيتا؟ هو بالاساس ضغطه مرتفع، يعني ما حاصل مثلا اللوبري السكور ما راح ينزل الضغط كثير. لا، انت بدك تعطي شيء وريدي، لوبريس او لوبريس. دائما بالاحتشاء الدماغي قاعده عامه يا جماعه، اتركوا الضغط مرتفع يعني توصل ترويه للدماغ، هو بالاصل ناقص ترويه. فلما بتخفضوا الضغط الشرياني بتخفضوا الضغط داخل الدماغ. امتى بنخفض الضغط يا دكتور موسى؟ سؤال للجميع. مرضى الستروك امتى بنخفض الضغط؟ مرضى الستروك اذا الضغط الاحتشائي، انا بحكي ستروك الاحتشائي، اذا كان الضغط اكثر من 220 على 120 على 12. تمام، 220 على 12 فوقه بنخفض الضغط، غيره وما تخفضه كثير 25% بس، غيره. صار عندنا تغير بالحالة العامة للمريض. يعني شلون تغير الحالة العامة؟ ما فهمت. يعني مريض كان CVA عنده وعي، فجأة تغيب عن الوعي، فهذا لازم نخفض ضغطه. لا 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 ابدا ابدا، هيدي من الصفر. اذا راح اقول لك اياها باختصار، اذا واحد صار عنده اي يعني حاله تستدعي انه نخفض الضغط بسرعه، مثلا وزمه رئه لازم نخفض الضغط، بيروح المريض بوزمه رئه، تسلخ الابهر لازم نخفض الضغط والنبض، مثلا احتشاء عضله قلبيه، مثلا اي حاله تستدعي انه نخفض الضغط، حاله ايمرجنسي من الحالات اللي فيها اصابه اعضاء هدف لازم نخفض الضغط.
عدا ذلك ما بنخفض الضغط الا اذا كان فوق 22 على 12 او اذا نطبق حال خسره مثل ما قالوا الشباب، لانه لما نطبق حال خسره لازم يكون عندنا الضغط تحت ال 185 على 110. اذا كان فوق 185 على 110 او 18.5 على 11 هذا يعني بصير في عندنا خطر كبير لما نطبق حال خسره انه ينزف المريض ضمن الاحتشاء، فلازم نخفض الضغط. طبعا نخفض الضغط هون وما يعني ما بنطبق حال خسره الا يصير الضغط منخفض تحت 18.5 على 11. اذا حالتين منخفض فيهم ضغط فوق 22 على 12 فوق 18.5 على 11 اذا كان المريض يطبق له حال الخسره، او اذا في عندنا حاله اسعافيه من حالات تخفيض الضغط الاسعافيه اللي فيها اصابه اعضاء هدف. فهون يا شباب اذا بدك تبطئ الاف مبطئ بالديجوكسين ما بيخفض الضغط، ما في مشكله عندنا فيه. اما حاصل بطه حاصل كسناتهم بينزلوا الضغط ما لنا مصلحه فيها. طيب ما لك تعطي مضاد تخسر للمريض هو رجفان وزيني، نحن بنعرف رجفان وزيني لازم نخفض النبض نبطئ النبض ونعمل مضاد تخسر. ما لك تعطي مضاد تخسر؟ مضاد تحسر كونه في عندنا نحن في فريق نخاف موضوع يتطور لنزف، فبنحسب ال مشعر نس مشعر نس ونشوف ممكن يعني مثل اذا خطوره عالي نخف نطيخ المضاد تحسر بعد يومين، اذا خطوره متوسطه بعد اسبوعين. طيب دكتور زياد مانا معك حكيم معك. طيب دكتور موسى حكى كلام جيد وطيب انه هو كمضاد تخسر لازم نعطيه بالآيف، لكن نحن حاليا حاله ستروك حديث، فادخال مضاد تخسر في عندنا خطوره النزف. طيب امتى بندخل خافض مضاد تخسر؟ مضاد تخسر دكتور حسب مشعر نيس سكور نيس. تمام شو هذا سكور نيس بس وضح لنا يا الشباب اللي ما بيعرفوا. من كم يوم نزلت الجدول طبعا اذا كان يعني منخفض الخطوره خلينا نقول. طيب بس هو ايش وضحنا شو هو مش عارف بس يعني ايش هو؟ هلا بيكون عندك انت مريض اسكيميك يعني تي اي اي او عنده اسكيميك ستروك وعم ياخذ انت بحاجه لمضاد تخسر فموي، عنده رجفان اذيني او اضطراب تخسري محطوط على مضاد تخسر فموي. تمام هون يعني من الحالات الصعبة اللي بدها تدبير، يعني انه بحاجة انت مضاد تخسر بنفس الوقت يعني ممكن نزيد نسبة النزف على الاحتشاء يعني اللي راح يصير. طيب فهون في سكور لهالشيء هذا، اذا كان يعني سكور اقل من 8 بنرجع مضاد تخسر بين اليوم 48 ساعة ل 96 ساعة، بين يومين واربع ايام ثلاث ايام وسطية. تمام اذا كان من 8 ل 15 ممكن نحن نرجعه من 6 ايام ل 10، اذا كان سكور نيس اكثر من اكثر يساوي 16 يعني بدنا اقل شيء 12 يوم، بالتي اي اي ممكن نرجعه بعد 24 ساعه. طيب انا يعني اشكرك جدا جدا. الشباب ضاعوا شوي، انا راح اجاوبهم جواب هيك دبلوماسي، اقول لهم بهيك حاله لا تعطوا مضاد تخسر بعد اسبوعين. تمام هلا في حالات، هلا حالتنا هي حكما حاله شديده، يعني انا بدون حالة شديدة بدون ما احسب نفس سكور مريض تمام التغيير وايد شامل اكثر من ثلثي نصف الكره، فهذا يعتبر شديد يعني. تمام النس سكور بيعتمد على تغير الوعي، على جلاسكو، بيعتمد على وجود ضعف شقي، على الامراض اللي عند المريض الى اخره، فحص المريض بشكل كامل وعلى اساسه، فهذا النس سكور هذا مرتفع عنده، فهذا تعطيه مضاد تخسر بعد يومين بينزف ضمن الاحتشاء، هذا بجوز اذا نفد من عندنا يروح ينزف من الاحتشاء وما ينفد طول، فنأجله اسبوعين. هلا اذا شفنا حاله النس سكور مثل ما قلت منخفضه ممكن يعني نعطي بعد 48 ساعه مثل ما تفضل، وفي متوسطه بعد يعني بين الاسبوع والعشر ايام، فاسبوعين احفظوا لي هالكلمه اسبوعين لندخل مضاد تخسر. طب ايه يا دكتور يعني هيك نتفرج عليه للمريض خلال هالفتره؟ لا راح نعطيه مضاد التصاق صفيحات. شو اعطيته يا دكتور موسى؟ هذا المريض مريض عصيدي طبعا فبده مضاد التصاق صفيحات مع ستاتين. دكتور موسى معنا؟
مصطفى شو اعطيته للمريض؟ يعني معطينا اسبرين وكلوبيدو جرين واتوراز. تصير نشارك اسبرين مع كلوبيدو جرين عند هيك مريض؟ بدنا نحسب مشعر حكيم. مشعر ايش؟ نس سكور كمان نس سكور. نرجع النس سكور، مهم جدا حسابه عند هدول مرضى الستروك. شايفين مضاد تخثر على اساسه، يعني ادخال مضاد تخثر، اطال اسبرين وكلوبيدوجرين على اساسه. اذا كان النس سكور اقل من 4 فهو ماينور ستروك، فنعطي اسبرين وكلوبيدوجرين ما في مشكله. لكن لما يكون ستروك كبير ما بصير نعطي اسبرين وكلوبيدوجرين، بنزيد كمان النزف ضمن الاحتشاء. فهذا المريض ما بصير تعطيه اسبرين كلوبيدوجرين. خلينا ايش؟ خلينا فقط على الاسبرين. شد الجرعه اسبرين دكتور مصطفى. جرعه 300 لمده 15 يوم. بعدها؟ بعدها 75 مدى الحياه. تمام. والستاتين شد الجرعه بدك تعطيه؟ هو عندنا مريض سي في اي سابق وعنده مشاكل ثانية، فنعطي اسبرين 40 تراز 40. اتورفاستاتين 40. طبعا هي صورة الصدر تبع المريض، انه يكون صار عنده خراخ الخشنة مثل ما انه شايفين، في عنده ارتشاحات بالرئة اليمنى كاملة، وهي على الطبق المحوري. لما عملنا له عدنا له الطبق المحوري للرأس، قلنا له يعملوا له بطريقة طبق محوري للصدر، فكان عندنا ارتشاحات بعلامة تهوي قصبي بالرئة اليمنى. دائما ذات الرئة الاستنشاقية بتروح على الرئة اليمنى، لأنه ليش بتروح على الرئة اليمنى بالذات؟ مين بيعرف؟ لأنه القصبة اليمنى هي امتداد للرهامة تقريبا. تمام، يعني صار زاويتها كثير منخفضة، وهي أعلى دائما أعلى من القصبة اليسرى، فأول ما بيدخل فيها المفرزات تدخل مباشرة على الرئة اليمنى، فهي ذات رئة استنشاقية. شو الجراثيم المتهمة بذات رئة استنشاقية؟ اللاهوائيات، بس اللاهوائيات يا شباب. كمان السلبيات الجرام متهمة. شو هن اللاهوائيات؟ ممكن يكون مثلا عنا الكليبسيلا. الكليبسيلا أحد اللاهوائيات المهمة. شو نغطي؟ شو غطيته دكتور موسى هذا المريض؟ غطيناه ببرونيم وكليندامايسين. تمام. ليش غطيته كليندامايسين؟ مشان ايش؟ كليندامايسين مشان تغطية اللاهوائيات، وهي عملها أكثر فوق الحجاب، الفلاجيل تحت الحجاب. طيب أنت بتقول رونيم، رونيم ما بيغطي اللاهوائيات؟ بيغطي حكيم. إذا ما في داعي لتعطي كليندامايسين. أنت خلاص أعطيتي رونيم، أعطيتي تغطي اللاهوائيات والسلبيات الجرام. فأما بالنسبة لذات الرئة الاستنشاقية، إما بنعطي رونيم او امبينيم، ميروبينيم او امبينيم لحاله، او نعطي مثلا سيفترياكسون مع كليندامايسين مثل ما قال موسى. لكن كليندا مع امبينيم ما بصير، مع اثنيناتهم بيغطوا اللاهوائيات، ما في داعي لمشاركتهم يعني. اذا واحد قال مثلا انا بدي اعطي فلاجيل الميترونيدازول مع سيفترياكسون، بنقول له يعني الميترونيدازول دائما لتحت الحجاب الحاجز، ايش في خراجات تحت الحجاب الحاجز او خراجات دماغيه ما في مشكله، لكن فوق الحجاب الحاجز يفضل كليندامايسين او امبينيم. لكن ما بقى حدا يعطي كليندامايسين، ليش؟ ليش ما بقى حدا يعطي كليندامايسين؟ مشان التهاب الكولون غشاء الكاذب. تمام. طيب سأل سؤال عمار، سؤال مهم جدا صراحه. الامبينيم ما بيحرض الاختلاجات، شو رايكم؟ مين بيجاوبه؟
كان في نوع ثالث حكي، مو الإيميبينيم، في نوع ثالث نسيان اسمه، هو اللي كان متهم بهالقصة هاي، هيك بتذكر. طيب هو الكربمينيمات بشكل عام ممكن تعمل اختلاجات، ممكن عندي تعمل الدكتور خالد، عندي الدكتور خالد بيقول لك بيعمل كمان. ايه بيعملوا اختلاجات. نعم. فهل ما بنحطه عند مرضى الصرع؟ هذا السؤال مهم، يعني هل هو مضاد استطباب عند مرضى الصرع؟ يعني هو تأثير جانبي، فهمتوا علي؟ هو تأثير جانبي للكربامينيمات، لكن هل ما بنحطه عند مرضى الصرع؟ لا، ممكن الميروبينيم يكون أقل أحداث من الإيميبينيم. تمام. الامبينيم هو بيعمل اختلاجات اكثر فعلا. بالنسبه الى الفكره انه ما مضاد استطباب، هو مو مضاد استطباب، لكن اذا صار في عندنا اختلاجات فيوقف. تمام شباب، بس هيدي يعني كفكره مشان يعني ما نعبط فيه، ما هو مضاد استطباب لكن ممكن يعمل اختلاجات. طيب دكتور خالد مرعي معك؟ ايه دكتور خالد بيسلم عليك. طيب خليه معنا بس لانه في عندنا حاله بدنا نناقش فيها. الله يجزيه خير. تفضل دكتور موسى. تفضل دكتور موسى. مريض 90 سنة، سوابق ضغط، انتخاب قرحي، راجع مع قصة تدخين، راجع قصة زلة تنفسية على الراحة، ويذكر أنه نفس الحادثة صارت معه قبل 4 أشهر. عنده خفوت أصوات بالقاعدة اليمنى، أكسجته 50 85، ضغطه 70/60 مليمتر زئبقي، صوت الصدر عنده كان انصباب بجنب أيمن مع كثافي قاعدة الرئة اليمنى، بالإي سي جي عندنا علامات كيو. استنى شوي دكتور موسى. طيب شوفوا شباب التخطيط واكتبوا لنا ايش شايفين بالتخطيط، موجودات الإيجابية فقط، حنعطيكم 20 ثانية شوفوا بشكل دقيق. في عدة موجودات إيجابية. المريض شكايته الرئيسية زلة تنفسية. تفضل دكتور موسى اشرح لنا ايش في على التخطيط. شاعل ميكروفونك. اس عميقة على المسرى الأول وكيو على المسرى الثالث، بالإضافة إلى تي مقلوبي على المسرى الثالث، فهي بتوجه نحو علامات الصم الرئوي. غيره ايش في عندنا كمان؟ عندنا تسرع نبض تقريبا بال120، وعندنا رايت باندل كمان، عندنا حصار غصن ايمن. لاحظوا الار على ار في ار ايجابيه وعلى في واحد ايجابيه، هي تسموها علامه ام او اذني الار. اذا هي علامات صمه كامله صراحه، يعني اللي مو شايفها من قبل اوضح من هيك ما في. المريض يعني ما كنا شاكين ابدا عنده صمه رئويه. اول ما اجانا ضغطه نزل، اكسجته نزله، نحط الاكسجين ما يعني ما كثير تتحسن الاكسجه، بلشنا بالدواعم رافعات الضغط كمان ما تحسنت،
ما تحسن الضغط ابدا معنا. تابع تحاليله، احكي لنا شوي عن تحاليله كمان. التحاليل كانت البيض مرتفعة عنده 12800، الخضاب 14، السي ار بي 141، الكرياتينين مترقح 3.7، اليوريا 177. تمام. بالإضافة عملنا دي دايماك طلع 2010، والال دي اتش كان 3184. تمام، يعني بس الجنب ايش طلع معنا؟ نتحيل لرشحي. رشحي كان رشحي معي. طيب الحقيقة يعني ما كان توجه بداية للصمة الرئوية، كان توجهنا كان انه قصور قلب، ممكن يكون مريض عنده سوابق ضغط الى اخره. عملنا ايكو القلب، شو كان موجودات ايكو القلب معك يا قدامك؟ ايكو القلب كان عندنا توسع بالاجواف اليمنى عند المريض. اجى كمان ايكو القلب اكد لنا انه في عندنا توسع بالاجواف اليمنى، يعني صارت كل العلامات تشير لانه صمة رئوية. طبعا طبقنا معايير ويلز، ما هيك دكتور موسى؟ بتذكر شو حطينا عليه؟ معايير ويلز لمعرفة احتمالية انه هو صمة رئوية. ما كنت انا هون. ما طيب موسى، موسى معنا؟ شد موسى مو موسى عفوا، مصطفى. كانت 5.5 طلعت يمكن. تمام مزبوط، طلعت 5.5. نحن اذا كان فوق الاربعة دائما احتمالية عالية. فالمعايير ويلز هي بتعتمد على عدة شغلات، إذا في عنا سوابق مثلا خباسة، مريض عنده جراحة قريبة، ما بيتحرك، عنده علامات مثل بتشير إنه أنت شاكك كتير كبير بالصمة الرئوية، إذا في عنده دي في تي، عنده تسرع نبض، عنده نفس دموي، كلهم هدول بياخذوا علامات معينة. بإمكانكم تفتحوا أي تطبيق على يعني على الموبايل، ما في داعي لحفظهم بالطبون. إذا كان تحت الأربعة فالاحتمالية منخفضة، ممكن تروح أنت تعمل دي دايمر وعلى أساسه تقول إذا كان دي دايمر إيجابي ممكن تعمل طبقي محوري مع حقن مادة ظليلة، إذا كان الاحتمالية مرتفعة مباشرة بتروح الطبقي محوري، ما تستنى نتيجة الدي دايمر. هلا هون الشباب طلبوا دي دايمر لعدة أسباب. أول سبب إنه المريض عنده قصور كلوي، قالوا إنه يعني نروح نعمل طبقي محوري ونأذي الكلية بزيادة، لا خلينا نشوف الدي دايمر، إذا الدي دايمر سلبي خيو ينفي، إيجابيته لا تؤكد حكما يعني. فطلع الدي دايمر إيجابي، فرحنا بدنا نعمل طبقي محوري للصدر مع حقن مادة ظليلة، لكن استوقفتنا وظائف الكلية. فشو عملتوا يا دكتور موسى أو يا دكتور مصطفى؟ حكوا الصراحة. يا حكيم، هذا المريض أول ما وصل كان كرياتيني عنده بالسكور 3.9، وبعدين ثاني يوم وقت كنا نعمل طبقي ترقى الكرياتينين صار 4.7. على أساس كنا بدنا نعمل طبقي، ولكن تم الرفض لإجراء الطبقي من قبل المشفى الآخر بسبب ترقى أرقام الكرياتينين، مع أنه إحنا اتخذنا إجراءاتنا بتشريب السوائل قبل بعد. إحنا أول شيء لازم يعرفوا الجميع أنه المادة الظليلة بتأذي الكلية بزيادة، دائما لازم نتجنب عطاء ماده ظليله عن مرضى القصور الكلوي. طيب اذا مضطرين يعني مثل هذه الحاله صراحه كانت ايش بسموها هيدي مفصليه، اما نعطي ماده ظليله ناذي الكليه بزياده ونشخص المرض، حتى يعني اذا كانت كتليه المريض عنده صدمه يعني ممكن حتى نعطي حال خسره. فالحقيقه اتخذنا اجراء، شو الاجراء اللي اتخذناه ومرضوا فيه حتى جماعة الطبقي المحوري؟ تسريب السوائل الملحية حكيم، معدل 1 ملي على الكيلو قبل إجراء الحقن ساعة، وبعدين 0.5 ملي على الكيلو بعد الحقن، ولكن ما تمت الصورة. وعالجنا المريض على أساس صمة مع تعديل جرعة التمييع. لا ما هو هيك الجرعة بالضبط، طبعا العلاج هو بالسوائل الملحية، العلاج بالسوائل الملحية
كان سابقا يعالجه ببيكربونات الصوديوم، هو حاليا خطا وما في عليه اي ايفيدنس. بعد قالوا نعطي ان اسيتيل سيستين كمان ما في عليه اي ايفيدنس، يعني حاليا فقط المسموح فيه هو السيروم الملحي مهما كان وضع المريض. ان شاء الله يكون قصور قلب ممكن تعطي سيروم ملحي. طبعا الجرعه يعني الحقيقيه في عده طرق للجرعات لاعطاء السيروم الملحي. الطريقه الاولى هو نعطي 3 ملي على الكيلو لمده ساعه قبل الاجراء، بعدين 1.5 ملي على الكيلو على الساعه خلال الاجراء ولمده 4 ل 6 ساعات بعد الاجراء. اذا نعطي دفشه 3 ملي على الكيلو، هذا المريض كان وزنه 100، فاعطيناه 300 ملي سيروم ملحي، بعثناه على الطبق المحوري. قالوا الجماعه ما بدهم يعني يعملوا له طبق محوري، فكنا مجهزين حالنا انه نعطيه 150 ملي على الساعه لمده 6 ساعات. معلم كانه كاتبين الضغط كثير منخفض. ايه الضغط منخفض وبلشنا برافعات الضغط، بس نحن يعني كان هون ما كان طبقنا له حال خسره، يعني بعد نصف ساعه استمرار انهبوط الضغط ممكن يكون بسبب الصم. يعني هون نحن يعني شاكين صمه كتليه طبعا عند هذا المريض، لانه ما عم يتحسن الاكسجه والضغط ما عم يتحسن، فكان فائده انه نعمل طبقي محوري مع حقن مشان نتاكد من التشخيص صراحة. لكن للأسف ما عملنا، ما حسنا من طبقي محوري. طبقي محوري عادي ما ساعدنا أبدا، يعني ما أعطى ولا علامة أنه المريض صم رئوي. لذلك اتخذنا إجراء هو التمييع العلاجي التخبري، لكن أنه نعطي حال خسرة بدون ما يكون في عنا دليل، فهون كان الأمر يعني شوي محرج، خاصة أنه رفضوا يصورون المريض، والأهل كمان يعني لما سمعوا أنه الحالة خطرة وأنه مضاد استطواب وهيك كمان يعني صاروا يعني ما بده يوقعوا إلى آخره. هلا الدكتور زياد كتب نعطي مضاد تخثر. إحنا الفكرة لو كشفنا صمة كتلية نعطي مضاد تخثر ونعطي حل للخسرة، لكن نحن ما عندنا دليل انه في هي صمة كتلية. طبعا دكتور زياد بس للعلم المريض كمان ممكن يكون هو يعني صدمة انتانية، كون السي ار بي عالي عندنا هون كثافة رئوية وعندنا كريات بيض مرتفعة، فكمان عالجناه كصمة يعني عفوا كصدمة انتانية، فتعطي صادات واسعة الطيف مع نور أدرينالين. بيكو قلب هون مو إجراء هون بالحالة هي للتشخيص. إيش قصدك دكتور رجب؟ ما فهمت عليك، تفضل. إيش قصدك بالمو إجراء هون؟ ما فهمت عليك. طيب ما في إشكال. مضاد تخثر هاتوا نشوف شو نعطي مضاد تخثر للمريض يا شباب. شو أفضل مضاد تخثر نعطيه لهذا المريض؟ أفضل مضاد تخثر هو الهبارين، عمره قصير ونقدر نعكسه بالقصور الكلوي. تمام، بالحالات الإسعافية دائما حاولوا تلجأوا للهبارين، لكن الهبارين هم بدك وريدي وليس يعني هذا ما له تعديل بالقصور الكلوي، آمن في القصور الكلوي. إذا بتعطي إنوكسابارين فبدك تعدله بالقصور الكلوي، بتصير جرعة واحدة يوميا 1 ملي جرام على الكيلو كل 24 ساعة. تمام يا شباب؟ طبعا مع الأخذ بعين الاعتبار إنه الهبارين بيعمل نقص صفيحات أكثر، بيعمل نزوف أكثر، يعني نحط بزيننا كل الأمور مع بعضها. إذا أي حالة يعني معقدة صراحة ما أحسن نوصل لتشخيص بسبب تعقيد الحالة، وجود القصور الكلوي، وجود الأمراض المختلفة أيضا اللي عند المريض. أرسلت لكم طريقة إعطاء السوائل بالمادة الصليبية. طبعا أثناء مشاهدة المريض كان كيس جمع البول مثل ما بالصورة،
لون البول كان إلا شوي أسود، كمية البول تقريبا 50 ملي. شو هذا؟ أنيوريا. أنيوريا تمام، تحت 100 تقريبا، تحت 50 عفوا. لون البول أسود شو بيدل؟ شو بيدل يا شباب؟ بيلة خضابية يعني في دم غيره. إجفاف شديد، برافو مصطفى. مريض ما يعني ما عنده يعني سوائل طاول، بيطلع بوله لونه يعني مثل اللون. طبعا في بعض الأدوية بتسبب لنا اللون الأسود، الفاميتيل دوبا، مترونيدازول أحيانا. التجفاف، انحلال الدم كمان مثل ما قالوا الشباب، طبعا المريض ما عنده انحلال دم. طيب ننتقل للحالة اللي بعدها، تفضل دكتور موسى. الحالة هاي مريضة 27 سنة، حامل من أسبوع 34 يعني 8 أشهر حاملية، سابقة سل رئوي، وبعد بسبب سل رئوي صار عندها استئصال للرئة اليسرى. يعني تفاصيل كتير كانت مريضة ضيعنا فيها موضوع الاستئصال، إنه صار عنده نزف غير مسيطر عليه واضطروا يستأصلوا للرئة، أو صار عنده توسع قصبي شديد واضطرت إنه اضطروا للاستئصال. وغالبا يعني هيك حالة ما بيستأصلوا الرئة إلا ما يكون في توسع قصبي شديد جدا يعني. طيب هنا إيش العلامات على صورة الصدر دكتور اللي بتدلك إنه الرئة مستأصلة؟ هون شايفين مثل ما قلنا، شايفين هيك تقريبا نصف رئة بيضاء يعني، ولو إنه في شوي جزء من الرئة موجود، بس شو هي العلامة بتدل إنه الرئة جزء منه مستأصل أو انصباب جنب هذا؟ انصباب جنب بيدفع الرغامة نحو ال تمام، نحو الجهة الثانية، الجهة المعاكسة. هون شدة، هون في شد للرغامة باتجاه الأيسر. تمام، إذا هي الرغامة شايفينها مشدودة نحو جهة الإصابة. فهون التشخيص التفريقي إيش هو؟ انخماص رئوي أو استئصال رئة. فنحن في عنا قصة استئصال رئة، يبدو مستأصلين الفص السفلي، صار فيه توسع قصبي فاستأصلوا. طبعا الانصباب والريح صدرية بتفشوا الرغامة، فهي لا انصباب هنا ولا ريح صدرية. طيب المريضة إيش في عندها هلأ حاليا؟ يعني أعراضها هي يبدو مستأصل الرئة، قد يكون السبب مثل ما قال موسى توسع قصبي، غالبا بسياق يعني السل ممكن يصير في عنا على أرضيته توسع قصبي. أحد استطبابات الاستئصال الرئوي هو التوسع القصبي الموضع. الموضع أعتقد، ما بعرف إذا حدا بيشاركني أو يعني ما بعرف أطباء الصدرية مشاركين معنا، في كان في استطباب قديم لاستئصال الرئة هو السل، ما بعرف إذا يعني مذكور بالأدب الطبي إنه كانوا يستأصلوا الرئة، لكن مريضة صبية يعني ما بعرف إذا هذا الشيء. تمام، في صوت عالي عندك دكتور موسى. طيب إذا المريضة دكتور موسى أعراضها إمتانية تمام؟ أعراض إمتانية، سيلان أنف وسعال منتج لقشعر أخضر وعروقات وزلة تنفسية. طبعا بالإصغاء كان عنده خراخ رطبي بالساحة اليمنى، وعنده هبوط أرقام الأكسجي 86 كانت أكسجتها، وهي حامل بالشهر الثامن تقريبا. طيب تحية المخبرية، صوت الصدر واضح فيه ارتشاحات صراحة شبكية يعني عقيدية تشمل الرئة اليمنى كاملة يعني. تماما، كان عندها ارتفاع بالأرقام البيض 14900، خضابة 10، السي ار بي 61. طبعا عملنا غازات دم مشان نقيم إذا كان بحاجة لأكسجين منزلي أو لا.
البي او 2 60 والسي او 2 عنده 44. طيب هون المريضة يعني حامل شهر ثامن، يعني كنا بنطلب صراحة طبقي محوري للصدر لنشوف هاي يعني الكثافات الرئوية بسياق ذات رئة ولا توسع قصبي ولا حتى يعني تليف رئوي صراحة، يعني الكثافات الشبكية العقيدية هون ما بتريح، يعني ممكن تكون بسياق تليف رئوي أو توسع قصبي على أرضية السل اللي عنده يعني القديم. لكن رفضت المريضة تعمل طبقي محوري بسبب يعني الحمل. عموما طبقي آمن خاصة أنه ما فيه حقن، مع يعني أخذ بعين الاعتبار أنه نحط واقي على البطن. حاولنا نشرح للمريضة هذا الموضوع لكن يعني كمان ما ندخل حالنا أحيانا بمتاهات. عالجنا المريضة، شو عالجتوا دكتور موسى؟ كازات رئة طبعا ما هيك؟ عملناها كذات رئة مكتسب للمجتمع مع مراعاة انه هي مريضة حامل مشان ادوية ما تضر الجنين. اعطيتوها ليفوفلوكساسين صح؟ ازيتروميسين. تمام. ليفو بده اوروبا بس نص الفترة القريبة سامحه، بس يا ما حد يستخدمه عندنا هون. لا يفضل عدم استخدامه عند الحوامل. تمام. ليش شو بيعملنا اذا استخدمنا الكينولونات بشكل عام؟ ما بس نستخدمه عند الحوامل. بتعمل تشوه جنيني، ما اتذكر شو كان. نقص تصنع عظام، نقص تصنع عظام الغضاريف، ما بصير نستخدمه. طيب اعطيته ازيترو وسيفترياكسون ما هيك؟ تمام. صار في تحسن جيد عند المريضه اعتقد. اليوم موجوده لساتها المريضه؟ تخرجت اليوم. تمام. اكسس تشد خرجتوها؟ اكسس 88 على الراحة. طبعا. مع توصيات انه تأمن اكسجين بالبيت مشان اذا تحتاجت. فانت من شوي قلت عملنا لها غازات دم، اي قصور تنفسي، اي قصور تنفسي بيجيكم على المشفى لازم تعملوا غازات دم عشان تميزوا مريض سي او دي، مريض ربو، مريض سل، مريض ايش من كان، بيفيدك ب يعني قراءة الوضع. فغازات دم هون عند المريضة البي او 2 60 عادة. نحن إذا بنعطي أكسجين منزلي شد الرقم اللي بنعطي عليه الأكسجين، نوصف أكسجين بالمنزل 12 16 ساعة في اليوم. إذا كان البي او 2 أقل من 55 أو بي او 2 أكثر من 55، بس عندنا مرض فعال. لا مو مرض فعال، تحت ال 55 صح، تحت ال 88 صح الاكسجين على البلس. في عندنا بين ال 55 وال 59 اذا في عندنا حالتين قلب رئوي واحمرار دم. برافو ايمان. اذا بشكل طبيعي اكسجين تحت ال 55 او البلس الاكسجين تحت ال 88 أو بين 55 و 59، لكن بشرط إما أحمرار دم أو قلب رئوي. حقيقة مريضتنا أجت على الحد 60، يعني لا هي 59 ولا هي 55. فذات رئة هي يعني المسيطرة عندها، وعندها نص رئة رايحة. فالإنسان بيعيش برئة وثلث تقريبا. بس تحسن الأكسجة، يعني تحسن الحالة الإنتانية، أعطيناها لزوم دوائي 10 ل 14 يوم مصدات حيويه. اذا ما تحسنت، اذا ما تحسنت ضلت اكسجتها هيك، ممكن يعني نوصف لها اكسجين منزلي. طبعا مع الاخذ بعين الاعتبار انه لازم نكشف المرض الرئوي عندها، قد يكون تليف رئوي، قد يكون توسع قصبي ايضا. اذا هي حاله يعني واجهتنا وكانت معقده شوي بسبب الحمل. يعني مثل ما ملاحظين ما كل يعني المرضى ما كلهم بيشبهوا بعضهم، يعني اجانا كثير مرضى بهي السنه ما اجتنا مريضه هيك حامل ومستأصل الرئه وممكن يكون عندها توسع قصبي. تفضل دكتور موسى. الحاله اللي بعدها، الحاله اللي بعدها مريضه سوابق 30 سنه، سوابق ربو قصبي، راجعت بشكايه زلي تنفسي مترقيه على 3 ايام، وبالفحص عندها وزيز معمم بالرئتين، وبتذكر هي قصه هجمه ربو في ايام سهر الزيتون. هاي صوت الصدر، ما في عنا علامات
التهابية عنده، لكن التحاليل المخبرية 13,000 البيض مرتفعة سي ار بي 3. يعني في عنا شويه ارتشاحات هون بالرئه اليمين، لكن يعني بسياق التهاب قصبات حاد ما يزاد رئه. طيب شو في اسباب لارتفاع الكريات البيض غير الانتانات؟ يعني كون السي ار بي عندنا طبيعيه، فبعتقد انه في اسباب اخرى لارتفاع الكريات البيض، مين بيعرفها؟ الليمفوما بترفع الكريات البيض، بيضاضات الدم ترفع الكريات البيض، نعم غيره، الحماض الكيتوني كمان. برافو عليك، حماض الكيتوني السكري بيرفع، استرويدات مثل ما ذكروا الشباب، بياخذ كورتيزون، على اغلب المريضة بتاخذ كورتيزون قبل ما تجي عنا، غيره التجفاف، شو افعله على الكريات البيض؟ الخباسات لا، بس ابيضاضات دم واللمفومات ممكن يرفعوا. خطأ مخبري، برافو عليك. طيب في حالة هي الحوادث السير، احيانا حالات الشدة، حوادث السير حالات الشدة ممكن ترفع الكريات البيض بشكل ارتكاسي. فماكل ارتفاع كريات البيض هو انتان يا جماعة، دائما عالجوا المريض كمريض. سي ار بيته كويسة، المريض ما عنده خراخ الرطبة، ما عنده ارتشاحات عصور الصدر، ما عنده حرارة، ممكن هذا الشيء يعني يحطها. دائما هجمة الرب القصبي شو محرضاتها غير محرضات تحسسية؟ الانتانات جرثومية أم الفيروسية شباب؟ الفيروسية، برافو عليكم. دائما الربو انتان محرض هو فيروسي، أما سي او بي دي انتان محرض هو انتان جرثومي طبعا، ولكل حالة شواذ، ودائما لازم يعني نتحرى عن علامات الانتانية. شو حطيتوا المريضة؟ إذا المريضة عندها وزيز معمم داخلة بهجمة ربوية حادة، شو حطيتوا خطة المعالجة؟ كمريضة بالبداية بالإسعاف أخذت جلستين إرزاز سالبو مع كورتيزون مريضة ومراقبة، وتم قبولها بالمشفى على مستعدات قصبية سالبو تامول إرزازات مع إبروتروبيوم بالتناوب وكورتيزون فموي بريدلون 40 فموي جرعة صباحية. طب ما أعطيته استرويد إنشاقي دكتور؟ استرويد إنشاقي ما له دور بالهجم الحادة، بل يزيد الإنتانات، بل يزيد الإنتانات. فانتبهوا بالهجم الحادة سي أو بي دي والربو، ما بصير تعطوا استرويد إنشاقي، نعطي استرويد جهازي. تعرف شو فئة الاسترويد الجهازي شباب؟ مين بيعرف ايش فئة الاسترويد الجهازي؟ اللي بيعرف له جائزة يعني. غير انه مضاد التهاب شباب. بالقصبات كموسع كمان بيعمل، يعني بس موسع. يعني هو آلية تأثيره موسع؟ لا. ما موسع هو كتوسيع، بس هو انه بيقلل الاستجابة الالتهابية فبيخف. طيب انا هي ما بدي اياها، هي ما بدي اياها. بدي واحدة ثانية. طيب ما حدا عارف، ما حدا أخذ جائزة. فائدة حلوة كتير للكورتيزونات إنه بتسرع من آلية عمل موسعات قصبية، بتسرع من آلية عمل موسعات القصبية. فالمريض عم تعطيه موسعات قصبية هو بيخفف الالتهاب، هذا أكيد وحكما وما نختلفين عليه، أو بيسرع من آلية تأثير الموسعات القصبية المرافقة، فبيساعدنا كتير على المعالجة. لذلك بدي منكم بالإسعاف تعطوا هيدروكورتيزون، أسرع استرويد، وصل على العناية، وصل على الجناح، تعطوا استرويد وريدي أو فموي طبعا الأسرع. طيب بعد دكتور موسى تفضل. تفضل دكتور موسى.
سمعتوني حكيم؟ ايه الله بسمعك، تفضل. مريضة 90 سنة، سوابقة ارتفاع توتر شرياني، ارتفاع تليف رئوي مع ربو قصبي. أثناء الجولة اليوم الصبح كان ذكرت المريضة أنه كان عندها إصابة كورونا قديمة وشفت منها قبل عدة أشهر. شو صور صدر شو بتقرأ فيها؟ رانا يعني في عنا توسعات شبكية عقيدية، وفي عنا كثافة بالسرة الرئوية اليمنى. تمام، ارتشاحات شبكية عقيدية، كثافة بالسرة اليمنى. أنا شايف كمان رئة منكمشة، يعني هذا المنظر هيك إذا شفتوه ما بتنسوه دائما، للتليف الرئوي عند كبار بالعمر. مريضتنا ما شاء الله 90 سنة اليوم، إيش قصته؟ المرضى كلهم ختايرة، عندنا طبعا تكلس بالأبهر، قوس الأبهر. طيب أنت تتماشى مع الـ IBF، تليف رئوي مجهول السبب، أو إذا كان عنده كورونا ممكن يكون تليف رئوي تالي للكورونا. هاي المخبرية كانت عددها 21,000 وسعر فيتامين 30، فعملناها كزاد رئة وعطيناها موسعات بالإضافة للتوسعات القصبية والمقشعات. حطيتوها شيء على بريدلون؟ بريدلون ما راح يفيد هون موضوع التليف الرئوي. طيب شو الأدوية اللي أثبتت فائدتها بالتليف الرئوي؟ مين بيعرفون شباب على الشات؟ يكتب لنا اياها. تليف رئوي مجهول السبب ما بفيده لا استرويدات، ما بفيده مقشعات، ولا بفيده مثبطات المناعة. في دوايين بس أثبت فائدتهم بالتليف الرئوي. طبعا والبرايس عالي جدا، سعرهم عالي جدا. نيناتينيب، وشو الدواء الثاني؟ بيرفينيدون. نعم، بيرفينيدون نيناتينيب، هذول اللي اثبت فائدتهم. مضادات تليف يسمون انتي فيبروزيس هذول. طبعا المريضه بدها دراسه كمان، ما عملتوا لها طبقي محوري اليوم؟ عملنا لها طبقي محوري حكيم، موجود على الغرفه بقى، بس بعت لك اياه وانشغلت. طيب تمام، الحاله اللي بعدها تفضل. مريضة تبلغ من العمر 75 سنة، سوابقة عند التهاب كبد سي، ارتفاع توتر شرياني، راجعت قصة سعال منتج وأرواءات مع القياءات واضطراب في الوعي. بالقصة دققنا مع الأهل أنه اضطراب الوعي كل ما تأخرت في الخروج بيصير عندها اضطراب وعي، من تخرج وترتاح، عفوا مو بترتاح، تصحى مريضة. إصقاء الصدر كان عندها خراخر خشني معممي مع تغيّم في الوعي، تم قبوله بالنسبة. يعني مثل كأنه أنت عم تشير إنه الحالة يعني في سياق اعتلال دماغي كبدي كانت. تمام. الحالة السابقة إنه هي اعتلال دماغي كبدي. تمام. تمام. طيب. حتى بين أدوية المريضة بتأخذ دفولاك بشهر بشكل دائم. تمام. ما كان ما. توكل الله. استقصاءات عملنا لصورة صدر، كان في عنا كثافة على اليمين قاعدة اليمنى، وطبعا المريضة ما هي متجاوبة معنا حتى نسوي لها الصورة بشكل هي بوضعية الوقوف، فراح يطلع لنا تشوهات تشريحية نوعا ما. التعداد عندها كان 8400، الصيغة على حساب العديلات، سي ار بي 58، كرياتينينا هي 3.2، بالتحاليل القديمة كمان عندها قصور كلي، التي 58 مرتفع قليلا، الاين ار متطاول بسبب التهاب الكبد، والالبومين نازل. وجود الاين ار المتطاول الالبومين نازل، هذا بيشير لايش؟ لإصابة فعالة بالفيروس سي. لا مو بإصابة فعالة، لا هي علامات وظيفة كبدية. شو يعني؟ تشمع كبدي. نعم، علامة تشمع كبدي. فيعني القصة هي متوافقة مع اعتلال دماغي كبدي، سبب عنا في اضطراب في الوعي، لكن في عنا علامة ذات رئة، صح؟ عنا علامات ذات رئة. الإنتانات أحد
المحرضات الهامة لاعتلال الدماغي الكبدي. فهي المريضة يعني في سياق ذات رئة مع اعتلال دماغي كبدي، شو حطيتوا لها معالجة؟ معالجتي كانت على ذات رئة مكتسبة بالمجتمع، لكن غطيناها بروس مع ليفو ومقشعات بالإضافة لإماها ودفولك شراب مشان موضوع الاعتلال الدماغي الكبدي. الدفولك شراب بشلون أعطيته للمريضة؟ كانت صاحية؟ المريضة واعي حاليا وصارت يعني تاكل وتشرب طبيعي، في شهية على الأكل، وصرنا نعطيها الأدوية الفمية اللي جات تاخذها. تمام، إذا هي بالأصل يعني وعية مو مضطربة كثير. إذا بدك شخص تقول إنه هي المريضة اعتلال دماغي كبدي أو لا، في تحليل مطلوبه شباب؟ شو هو التحليل المطلوبه لنأكد تشخيص الاعتلال الدماغي الكبدي؟ تحليل الأمونيا دم؟ الأمونيا، برافو عليك. طيب عم بيسأل مصطفى إنه هل لازم يكون التشمع في عندنا مصادر صدوية مرافقة مثل مثلا خشونة بالكبد؟ ما هو ضروري، ما هو كل تشمع كبد بيطلع عنا يعني خشونة بالصدى بالإيكو. تمام، هون عنا علامة الوظيفة الكبدية هي أهم شيء، الآين آر والألبومين. إذا الألبومين نازل الآين آر متطاول هي علامة تصنيع الكبد معناتها مضطربة. بتمنى هذا المريض تطلبوا له ألفا فيتو بروتين. التهاب كبد سي ممكن يروح مباشرة على السرطان الكبدي، فالأفضل نطلب ألفا فيتو بروتين بطريقنا، وتعطي صادات حيوية عادية لذات الرئة مع المتابعة الجيدة. طبعا كان في واحد عم يسأل هل هاي متلازمة كبدية كلوية؟ حسين جابون يا دكتور موسى، هاي مرض كبد وهي قصور كلوي. ما فهمت ردك دكتورة هبة، بس مصطفى جاوبنا ليش لا؟ ليش ما هي متلازمة كبدية كلوية؟ في عندك دلائل إنه لا؟ حكيم، أول شيء ما في عنا حبل، لازم يكون في عندي تشمع مع حبل متلازمة كبدية كلوية. حلو. هاي واحد. اثنين، ما لازم يكون عندي سبب ثاني، سبب قصور الكلية. حلو. شو هو سبب قصور كلوي عنا؟ بريرينال متجففة كانت المريضة وفي نقص وارد شديد عندها. تمام، يعني ممكن كمان لا تنسوا انه المريضة عندها هايبرتنشن كمان، ممكن يكون اعتلال عندها ضغط، عندها اعتلال كلية بارتفاع التوتر الشرعي المصلب. تمام. طيب ننتقل للحالة اللي بعدها. طيب موسى شوي تعب، خلينا نشوف مصطفى. يلا مصطفى اعطينا الحالات اللي بعدهم. تمام حكيم. هي مريضة عمرها 35 سنة، راجعت للمشفى بقصة ألم بالفخذ وبالربلة مع وزمة من دون احمرار أو حرارة موضعية. كان في عندها طبعاً هذا بالطرف السفلي الأيسر، كان في عندها قصة مشابهة من حوالي 13 سنة دي في تي بالطرف السفلي الأيمن، وكان في عندها أربع إسقاطات سابقة. على كلام المريضة أنه تم تشخيصها بمتلازمة الضاد الأنتيفوسفوليبيد. لا تحرق لنا القصة، حرقت القصة. طبعاً موسى، عفواً مصطفى، الله يعطيه العافية، يعني توجه إليه بالإسعاف، لكن لما ذكر عم يذكر قدام المريضة التشخيص وهيك، فقالت له إيه مزبوط أنا عندي هاي الحالة، يعني شخصي لها بالسعودية، لكن قصة واضحة وبصراحة كلاسيكية لمريضة متلازمة أضداد الفوسفوليبيد، اللي هي ممكن يكون خسار، والخسارات الأشعية الخسارات الوريدية بيجي بعد الخسارات الشرانية بالدماغ، جلطات الدماغية الخسارية، أو ممكن يكون أمراضية الحمل. أمراضية الحمل اللي هي ممكن تكون بشكل إسقاطات
قبل إسقاطات قبل الأسبوع العاشر، أو وفاة محصول الجنين بعد الأسبوع العاشر، أو مرضية الحمل مثلا مقدمة ارتعاش، قصور مشيم. فوجود إما قصة خسارة أو قصة المرضية الحملية هي بتشككنا بمتازمة أضداد الفوسفولبيد. طبعا هون يعني لو كانت هاي المريضة ما جاية عندنا من قبل، العلامات المهمة اللي مشك فيها عند المريض أنه عنده فرط خسارية هي تكرار التخسر. يعني مريض مثلا صار مع دي بي تي 13 سنة، رجع هلا صار مع هذا التكرار، مريضة شابة سن الشباب، الخسار المتكرر، الخسار الشرياني، الخسار بأماكن غير معهودة، مثل مثلا خسار مثلا وريد الباب، أي كلها بتشكك أنه المريض يكون عنده خسار الأطراف العلوية، هي كمان بتشكك بأنه المريض عنده يكون فرط خسارية. أحد أسباب فرط الخسارية الهامة خاصة عند الإناث هي متلازمة أضداد الفوسفو لبيد. عملتوا إيكو دوبلر ما هيك دكتور مصطفى؟ إيه حكي، عملنا إيكو دوبلر، طلع عندنا خسار موصل للوريد الحرقوفي. لاحظين أن عندنا ضخامة ووزمة واحمرار حتى، وسخونة موضعية كان عندنا. نعم، تم قبول المريضة. هون لازم نميع بالوارفارين إضافة للأسيابيرين، وبنعمل جسر إما من الكتسان أو الهبارين لمدة 3 أيام، وعملنا INR قاعدي كان 1.2. وهلأ المريضة لازم تكون ساعتها موجودة بالمشفى وعم تتابع بالوارفارين والأسبرين والكلكسان. بعد بكرة بنعيد INR. طيب الشباب اعترضوا اعتراضين عليك. الاعتراض الأول أنه ليش ما بعدت على البيت على ريفاروكسابان؟ ليش هيك ورطت حالك وهيبارين وارفارين مع بعضهم؟ جاوبون، يلا جاوبون. لازم نميع حصرا بالوارفارين لأنه عندنا متلازمة الأنتي فوسفولبيد. نعم، أضاد فوسفولبيد حصرا حصرا وارفارين يا جماعة، حصرا وارفارين. ما بصير نعطي مضادات التخسر الأخرى حتى الآن، حتى هي اللحظة من أسبوع أنا حضرت محاضرة ما في أي تجارب سرية بتقول بيفيد، بل بالعكس ممكن يضر. طيب الاعتراض الثاني اعترضوا عليك، ليش ما حطيت على وارفارين فورا؟ ليش حطيت على هيبارين وارفارين ما بعضهم؟ ما بصير حكي، ممكن يعملنا اللهم صل على سيدنا محمد خسار عفوا نزف او عوز بروتين سي. لا مو هيك، مو هيك. لا صار عندنا نخر جلدي محرط بالوارفارين، وخاصه عند المرضى اللي عندهم عوز بروتين سي بس بالضبط. فما بصير نستخدم دائما انك تستخدم وارفارين، انك تستخدم معه هيبارين، سواء هيبارين عادي او هيبارين لينوكسا بارين. طيب الاعتراض الثالث اعترضوا عليك، سمعوا الشباب سمعوك عم تحكي عم تقول اسبرين وارفارين، شو رايكم يا شباب؟ بصير نعطي مضاد تخسر مع مضاد التهاب غير سترويدي؟ يعني الاسبرين طبعا يعد من ادويه مضادات الالتهاب غير سترويدي. بس ما عيد السؤال معلم. عم بيقولوا الشباب انه شلون عم نعطي اسبرين مع وارفارين؟ يعني نحن لما بنعطيه بمتلازمة أكلية حادة بنحط إيدنا على قلبنا ونقول ممكن يزيد فعالية الوارفارين وينزف المريض وإلى آخره. بصير نشارك الأسبرين مع الوارفارين؟ وما هي الحالات التي نشارك فيها الأسبرين مع الوارفارين؟ طبعا بيصير هلا مثل هاي الحالات، بيصير الصمام الصنعي إذا كان تاجي كمان في توصية باستخدام اثنين سوا. في حال تكرر الخسار كمان بدك تستخدم اثنين سوا. يعني هون الخطورة الخسارية أكثر من الخطورة النسبية من مشاركته. تمام، غيره الحالات اللي مثلا أنت رجفان أزيني و متلازمة إكليلية حادة، متلازمة إكليلية حادة أو بعد بي سي آي، مضطر تعطي مضاد تخسر. مثلا المريض عنده دي في تي لو فرضنا، وعنده كمان متلازمة إكليلية حادة، صدفة وراح تجيكم هاي الصدف كثير بالحياة. أو مريض مثلا عنده رجفان أزيني وعنده متلازمة إكليلية حادة، أو أحيانا مرة شفناها متلازمة إكليلية حادة
وبالإيكو طلع فيه خسر ضمن البطين، اضطرينا نعطي مضاد تخسر يعني عشان ما تروح الخسرة تطلع فورا على الدماغ يعني. فهون بكون كثير حذرين مشاركة هذا الدواء مع بعضهم إلى معايير خاصة اسمه معيار هاسب ليد. تمام، بحالتنا هون يا جماعة يعني يمكن ما وضحتوا الفكرة بشكل جيد، بشكل عام مريض الأنتي فوسفولبيد بنعطيه مضاد تخسر، إضافة الأسبرين هي بتصير أثناء الحمل، لكن مريضتنا هون عندها خسار متكرر، الخسار المتكرر استطبار، إما نشارك الأسبرين مع الوارفارين أو نحط الوارفارين بالعادة على INR، نحن بالعادة بنحطه بين 2-3، هون بنحطه 3-4. تمام؟ فنضيف له أسبرين بتزداد فعالية الوارفارين شوي، أو إذا بدك نفسه الوارفارين زيت جيلاتو مثلاً، كنت عم تعطي 5 ملي جرام تعطيه 6 أو 7 ملي جرام بحيث تزيد INR بين 3-4. الاستطباب هون هو تكرار الخسار، انتبهوا تكرار الخسار. طبعاً ممتازة مضاد فوسفولبيد إلى نوعين، برايمري وسيكندري. شو أسباب البرايمري؟ شو عفواً برايمري ما له سبب، سيكندري شو أسبابه؟ بس عيد السؤال معلم، سيكندري لشو؟ يعني الثانوية شو أسباب الثانوي؟ إنه البرايمري تكون لحالة. أنتي فوسفولبيد أصدق؟ إيه ممتازة مضاد فوسفولبيد. الزئبي، الزئبي معلم. الزئبة الحمامية هي على رأس الأسباب الثانوية لمتلازمة أضداد الفوسفولبيد. الحقيقة في كتير يعني أمراض يعني مسببة للأنتي فوسفولبيد، لكن أشعة هو الزئبة الحمامية. في الإنتانات، التهاب كبد سي والإيدز، الأورام، الليمفومات هي أكثر شيوعا ممكن تسبب لنا متلازمة أضداد الفوسفولبيد. حتى الناس الطبيعيين ممكن يكون عندهم أضداد الفوسفولبيد. على فكرة بالأحد الآليات المفسرة لحدوث الخسار عند مرضى الكورونا هي وجود أضداد الفوسفولبيد عندهم. أيضا في أدوية ممكن يعني تساوي لنا أضداد فوسفولبيد إيجابية مثل كلوربرومازين، هيدرالايزين، فنتوين إلى آخره. طبعا أمراض المناعة الذاتية الأخرى مثل الرسياني والتهاب جلد وعضلات، صلاة الجلد وجوكرين كمان ممكن يكون في عندهم أضداد الفوسفولبيد، لكن الأشياء هو الزئبة الحمامية. إذا سألناكم أشياء سبب لأضداد فوسفولبيد سنوية بيكون الزئبة الحمامية. طيب هي حالة كمان، تفضل دكتور مصطفى أو دكتور موسى، ما بعرف إذا رجع لأنه موسى بتابع الحالة. دكتور موسى معنا أنت؟ هلا حكيم، إيه معكم حكيم. يلا تفضل عرض لنا هي الحالة. مريض 65 سنة لسبب مرضي راجع بقصة خزل شقي أيسر مع انحراف زاوية الفم تراجعت سريعا. فحصه كان طبيعي، لما جيت أنا الصبح الجولة الصباحية كان فحصه طبيعي، والمريض كان عنده خزل، تراجع الخزل وما عنده علامات لإصابة دماغية. غالبا الموجودات تتماشى مع TIA. تمام، ايكو السباتيين وطبق الدماغ كانوا طبيعيات. ومثل ما اتفقنا لازم نعمل تخطيط قلب لكل المرضى، لازم نعمل ايكو قلب لكل المرضى، لازم نعمل ايكو سباتيين لكل المرضى. هذا هو تخطيط المريض. طبعا بده تصغير شوي، ما صغر معنا اكثر مني. هي المساري الاولى وهي المساري هذا. رانا يا دكتور موسى، شو عم تشوف من في واحد لبي سته؟ عم نشوف ارتفاع بالقطاع ST مع انقلاب T بالمساري من V2 من V1 تقريبا ل V6، ولكن ارتفاع متدرج يكون. تمام، صراحة الحالة غريبة كثير، عجزنا في المريض. المريض طبعا كان عم يشوف مباراة كرة قدم، وفجأة صار معه انحراف زاوية الفم ورتة كلامية وخزل شقي أيسر. وصل لعنا على الإسعاف ما كان فيه شيء أبداً، يعني TIA. خططنا القلب في سياق الدراسة الروتينية لمريض ستروك، CT والإيكو السباتيين وتخطيط القلب والإيكو القلب. طبعاً إيكو القلب عملته أنا بالعناية بسرعة، كان ما في شيء طويل، ما في أبداً شيء يعني عند المريض، لكن هذا تخطيط القلب. فتخطيط القلب يعني غريب، سألنا مريض عنده ألم صدري، مريض بدون سوابق مرضية أصلاً يعني، لا عنده سكر، عنده حتى المريض يعني يعتبر من متوسطي الأعمار مو المسنين يعني.
تخطيط القلب مفاجئ انه كان عندنا ارتفاع اس تي، انقلابات التي على المصاري من بي 1 لبي 6. فرايكم، شو رايك يا دكتور زياد؟ انت حكيت كلام جميل. معلم انا شايف التخطيط وصفي لويلين سيندروم. زمت ويلين؟ نعم، بده استقصاء قلبي معلم، بده تقييم ايكو قلبي دقيق ومقاربته سريريا، في عنده عم تيجي الام خناقيه، ممكن يحتاج اختبار جهد اذا ما في عنده اعراض، يعني يشوف شو الوضع، طبعا تقييم ضمن المشفى. طب انا بدي اسالك سؤال، برافو عليك صراحه، وجود انقلاب تي ال يتوافق مع الستروك نصفي او احتشائي؟ لا، ستروك هذاك بيكون اضطراب توصيل نتيجة الفعاليل والديل، بتصير بتكون عندك تطاول كيو تي مع المرافق للانقلاب، هون ما فيها شيء هذا. يعني ما في انقلابات تي ابدا بستروك؟ لا، بيصير في انقلاب، هلا ببعث لك ببعث للشباب المنظر، بيكون في عندي تطاول بالكيو تي معلم، يعني بيكونوا مع بعضهم، يعني مع بعضهم مع بعضهم تطاول كيو، لانه هي عباره عن اضطراب توصيل نتيجة الفعاليل والديل، بتصير نتيجة الأزية الدماغية، بيكون في انقلاب عميق لسه اعمق من هيك، يعني هاي صايره باي فيسك، يعني مثل صايره علوي وسفلي، ارتفاع مع انخفاض تماما. انا يعني معك حق، يعني انا يعني انه نحن حطينا بذهننا انه ممكن يكون بسبب ستروك، لكن بنفس الوقت ما يعني ما كثير استنضفناها. انت لازم تولين بتجي هيك بالضبط، ارتفاع قطاع اس تي مع انقلاب تي بنفس الوقت، لكن المريض ما عنده ألم صدري. طبعا طلب له الدكتور مصطفى تربونين مشكورا، كان طبيعي. سألنا المريض عن سوابقه وعن قسطه، إيكو قلب كان طبيعي، فكله طلع سلبي. هل نبعث المريض على القسطرة القلبية أو لا؟ هذا السؤال كان محير في هذاك اليوم. يعني حطيناه على علاج، شو حطينا على علاج دكتور موسى؟ علاج الستروك أو تي اي اي العادي؟ حطينا كلوبيدو جريل 75 مع أسرين 300 تمام، وأتوراز أتوربستاتين. في داعي تعطي مضاد تخسر هون بالتي اي اي؟ مضاد تخسر ما في داعي، إلا إذا كان المريض عنده، إذا كان المريض عنده رجفان أذيني أو حاجة لمضاد تخسر باليوم الثاني من دخله، ما في مشكلة عنه. لكن هون المريض ما عنده شيء، لكن المشكلة هي إنه هل نبعث المريض على القسطرة أو لا؟ يعني هذا كان سؤال محير ضمن المناوبة. يعني كانت الساعة 12 بالليل وبدنا نقرر نبعته على القسطرة أو لا. هات لنشوف، في استطباب إسعافي للقسطرة؟ شو السؤال معلم؟ هل في استطباب اسعافي نعمل القسطره القلبيه للمريض؟ يا معلم قيموا التيم سكور وشوفوا، يعني ما بدي شيء. طيب هاي التيم سكور قدامك، قيمنا يلا بتطلع معك. بس يعني مريض غير عرضي هون، يعني ما له اسعافي عاده، قيم الخمائر وتقيم وضع المريض والعوامل الخطوره، وعلى اساسها حسب السكور بنشوف شو الوضع. هيم ريسك سكور او جريس سكور، يعني هذول كلهم مشاعرات انه تفيدنا بتقييم مريض النون استي انفيشن ام اي او ستيبل انجينا بحاجته للقسطره القلبيه. الحقيقه بالمشعرين المريض ما عنده خطوره مرتفعه، تمام، فاجلنا عمل القسطره القلبيه وطلبنا استشاره قلبيه. في اليوم الثاني الشباب عملوا قسطره قلبيه وطلع عنا مثل ما كتب دكتور زياد، شايفين هذا هو الشريان الإكليلي الأمامي النازل، هي صورة حقيقية من قسطرة وصلتنا من شباب قسطرة، في عنده تضيق هام بالجزء القريب من الشريان الإكليلي الأمامي النازل، حتى في تضيق بالقطعة المتوسطة كمان، في عنده تضيقين بس الأخطر هو البروكسيمال. تمام، هذا هونك في عنا. طبعا طلع عنده ثلاث شرايين حسب ما قال لي دكتور موسى، يبدو شرايين ايمن بس ما مصور بهي الصوره، كمان كان فيه تضيق. تمام الحكيم، انا خبروني انه كان عنده ثلاث شرايين مضيقه. المريض اجانا بتي اي اي بس هو مسكين عنده استطباب كبير. استطباب كبير، نعم. ف يعني كان صراع كبير انه نعمل قسطره من البدايه ولا، انا يعني ما زلت مصر ومؤمن انه المريض ما بحاجه لقسطره قلبيه اسعافيه، ما زال عندي ما في ولا مشهد خطوره، المريض ما عنده الم صدري مستمر،
المريض ما عنده سوابق مرضية، ما عنده مثلا عوامل خطورة، ما عنده تروبونين إيجابي، ما عنده تغيرات هيموديناميكية، فما في داعي نعمل له قسطرة قلبية. يعني قسطرة قلبية إسعافية حقيقي قصدك؟ ما هو استطباق قسطرة إسعافية، لا اليوم بس التالي. يعني لازم نسوي قسطرة انتخابية. انتخابية نعم. تفضل يلا الحالة اللي بعدها. تفضل دكتور موسى لأن ما نطول على الشباب. مريض 79 سنة، سابق ارتفاع توتر شرياني مع سكري واسكيميك هارت ديسيز، عامل عملية مجازات إكليلية، راجع بقصة زلي تنفسي منذ عدة أيام ووذمي في الطرفين السفليين، إصغاء الصدر كان صافي متناظر ما عدا القاعدتين في النخفوت، ضغط المريض يعني كان حيوياته ضمن الطبيعي، ضغطه ما هو مرتفع شيء كتير وما عنده هزلة شديدة، ضغطه 14/90، نبضه حوالي 80، أكسجته 94. بالقصة لما عم ناخذ القصة من المريض، مريض تارك أدويته من فترة وما عم ياخذها ورايح على كذا مكان عم يعالجه لإمكان تنفسه، طلبنا من المريض إيكو قلب، كان عنده قصور القلب، فعالجناه على مبدأ وفق الخطة المعتمدة بقصور القلب، لازكس وريدة 2/4، ألكتوم 50 كونه ما في عنده قصور كلي، وبالإضافة للأدوية الخناقية أسبرين وأتوراز مع كلوبيد ما أعطيته نيتروغليسرين للمريض؟ ما عنده ألم صدري حكيم، هو وقت إجي يعني ما عنده ألم، بس بوزمة رئة، في وزمة رئة عند المريض يعني وزمة رئة نعطي نيتروغليسرين، يعني واضح انه في عنا ما في خراخ رطبة، اي خلاص ما في حكيم، بس خفوت اصوات، ويعني حتى يعني ما عنده زلة اضطجاعية المريض وقت التخطيط الطاح، اذا قصور قلب عالجته كقصور قلب، يعني قصور قلب بالاضافة الى انابريل مشان الموضوع البقية والبيزوكور، ما حطيته على امباجلوبوزين؟ طبعا حطيته على امباجلوبوزين، اضفت له اياها اليوم. برافو عليك. اذا علاج قصور قلب روتيني، المريض ما عنده وزمه رئه، اذا هون بذلت له الجنب ما في مشكله، بس لدراسته فضل دائما بس شفته سائل جنب تبذله حتى لو كان خفيف، الغايه انه تعرف تصنفه للمريض، ممكن يطلع نتحي تدخل في تشخيص ثاني رغم انه سي ار بي طبيعي يعني. طيب الحالة اللي بعدها، مريض 60 سنة مدخن. طيب بعد إذنك بس بدنا ننتقل لحالة هيدي، دكتور خالد لساته معنا؟ دكتور زياد، دكتور زياد، دكتور خالد معنا؟ طيب ما نرجع للحالة، ما مش بالي نحكي، بس الله رد علينا زياد، يلا تفضل كمل حالات. مريض مدخن سابق، عنده ارتفاع توتر شرياني وداء سكري وداء محيطي، وعائي محيطي، بالإضافة لسي في اي سابق، طبعا المريض كان مقبول عنه من فترة بقصة سي في اي وتغير معي، حاليا راجع بقرحة فراش وعنده اضطراب بالوعي ورفض للطعام وعنده علامات إنسانية. عملنا المريض واعي غير متجاوب، إصغاء الصدر عنده خفوت بسبب انه هو مريض في او بي دي، صورة الصدر تدل عنا هون ارتشاحات بالايمن قد تكون تدل على فات رئة، كونه مريض ما عم بتجفف فما راح تظهر بشكل واضح على صورة الصدر. عملنا له صورة تخطيط قلب، كان عنده تصريح قلب جيبي، سي تي للدماغ كان علامات الاحتشاء القديمة، ما في علامات جديدة. أه
تعداد البيض عنده كان 95 الخضاب 9 كرياتينين 1.1 سي ار بي 248 شو يعني التوجه بهي الحالة شو هو؟ التوجه انه هون عندنا هون مريض مع هيك سوابق يعني ممكن انه ترجع تتكرر عندنا السي في اي ولكن باعراض ارتكاسيه مره هيك دخل الدكتور عصبي قال لانه اذا في انت عندك ممكن يعني يقلد السي في اي اذا كان مريض سي في اي قديم. ما بعرف رايك حكيم ليش يعني ما يكون سبسز المريض عنده قرحات فراش يعني يكون عنده انتان دموي سببه قرحات الفراش يعني تمام حكيم بس هو انه الاعراض وعنده كان السكر مرتفع وقت القبول ضبطنا له اياه على الاكترابيد مع إيماها جيدة مشان موضوع يعني هو المريض كان حاله يعني عباره عن حاله سيئه حاله عامه سيئه تحسين حاله عامه سيئه تمام اذا حاول تعالجه معالجه عرضيه لحد ما تكشف سبب الانتان تمام حكيم هو عنده قرحة فراش وعنده يعني شاكين هون بالطرف الأيمن إنه في كثافة بالرئة جانب القلب إنه ممكن تكون هاي ذات رئة بس المريض عندنا متجفف شوي طيب أنا عالجته بالسوائل شو عالجته بالصدات الحيوية كمان؟ حطيته على سوائل نبحية روس مع ليفو وتابعنا بأدوية الأسبرين أتوراز مشان موضوع السي في اي هو عنده مريض عنده ضغط فخلينا على فلزرتان حاليا من ضغط الضغط متابعة السكر حاليا بالأكترابيت كونه المريض مع الكبسة لاحظت دكتور مصطفى بمحلة هاي المنطقة هيك كذات رئة استنشاقية بتكون عادة مميزة بالفصل السفلي الأيسر كون المريض سي في اي وعنده قرحات فراش يعني ممكن يكون مريض صار معه تشوش بالوعي كمان فعالجه كذات رئة يعني استنشاقية مع المعالجة بالسوائل حطي صدات تغطي ذات رئة استنشاقية تمام الحالة اللي بعدها مريض 20 سنة لا سوابق مرضية راجع لقصة عروقات وسعال منتج مع تسرع في التنفس والضغط طبعا هذا مريض ذات رئة إذا بدنا نطبق معايير كيرب ما راح ينقبل بالمشفى ليش؟ شاب 20 سنة بس عنده فقط معدل التنفس كان أكثر من 30 إيه لا تقبله زلمة جاي على عيد كنت ما في داعي لقبوله طبعا الطبق المحوري تحسنت العروقات عنده القشع صار اقل كميه يعني قبلته 24 48 ساعه بس تحسين حاله عامه هيك عبي وصادات وريديه يعني هو يعني في عندنا بالطبق المحوري كمان في كثافه رئويه مع ذات كثافه مع علامه تهوي قصبي طبعا هذا المريض يجي على يعني 10 ايام ويراجعنا نرجع نعدله صوت صدر بعد اسبوعين تمام شباب الحالة اللي بعدها دكتور خالد معنا يا دكتور زياد ولا طلعتوا اثنيناتكم؟ والله يا معلم في مريض تعبان بالجناح راح لعنده هلا من شيء 3-4 دقائق حاول تصح له نأجل الحالة لما يجي تابع ايه تمام صح. على ولو تأجلوها بلكي بيكون جاي ان شاء الله 5 دقائق 10 دقائق ان شاء الله تفضل مريض 46 سنة مشخص سابقا بالتهاب التهاب كبد الفيروس ب مدخن راجع بقصة عروقات تنفسية مع تخليط دهني كان مريض وعي مضطرب مع وسن عنده إصغاء الصدر كان عندنا خفوت أصوات بالجهة اليسرى طلبنا له صورة صدر فلاحظنا وجود كثافة بالجهة اليسرى مع انصباب جنب أيسر فطلبنا طبقه مشان نتاكد انه هاي كثافه موجوده هي ماس او ذات رئه فبالطبقه كان في علامات تهوي قصبي فتوجه نحو ذات الرئه والقصه الحاده اللي عند المريض مثل ما انتم ملاحظين هي الكثافه
على عدة مقاطع، هذا على التهوي القصبي فيها، دول التهوي القصبي هي على الزاوية المنصفية، فهي ذات رئة طبعا بالثنائية الجانبية مثل ما نحن ملاحظين باليمين وباليسار، بس أوضح في الجهة اليسارية. ذات رئة يعني مكتسبة في المجتمع عند مريض يعني مضاعف مناعة شوي. في شيء بالتحاليل عندنا؟ كان عنده السي ار بي والكرياتينين مرتفعات بالاضافه للبروبينات الدم. الكريات البيض مرتفعه. طيب شو عالجته هذا المريض؟ غطينا بتغطيه ساتريه مكتسب المجتمع، ولكن يعني استخدمنا صفات نوعا ما افضل من الروس والليبو. اذا حسبت له الكيرب 65 شد بيطلع عندك هذا الكيرب 65 اي اليوريا عندك مرتفع؟ عنده كونفيوجن وعنده واحد، عنده زلي تنفسيه ريسبيراتوري ريت بياخذ 2. اليوريا اذا حسبناها بتطلع اكثر من 40. تمام عنده 3 يعني ياخذ 3 ثلاثة ممكن دخلوا على العناية حتى ما هيك؟ على العناية. طبعا فشو غطيتوا الصدات الحيوية هنا؟ شو التغطية الموجودة حاليا للمريض؟ مشكلة الإبرة. طيب أنا راح أقول لك، أنا بتذكر ايش حطينا. هذا المريض حطيناه على سيفتريكسون وليفوفلوكساسين، إضافة السيفتريكسون وليفوفلوكساسين عند مرضى ذات رئة الموجودين بالعناية. طبعا احد الشباب اقترح انه نحطه على امبينيم، قلت له انا موافق معك بس دائما حاولوا ما تحطوا الصادات الحيويه الواسات الطيف الا ما تيأسوا من الصادات الحيويه الاساسيه، فهذا حطيناه على صادات حيويه اساسيه، بعدين نلجا للصادات الحيويه الواسات الطيف في حال عدم التحسن. فانت اذا حطيته على امبينيم وما تحسن المريض هون بقى بتعجز انت، يعني بيكون في عندك عدم تحسن، بالعكس المريض تحسن كثير ويمكن اليوم وضعه كثير كويس، ما هيك؟ تماما حكيم. انا بدي اتراجع لل 40 وحاليا كريات البيت شد صارت لحظه بس الكريات البيض اليوم 6300 ما شاء الله ممتاز، من 25000 ل 6500 ممتاز. طيب انا سؤال، هل بزلت الجنب؟ سهيل عم يقول لك هل بزلت الجنب؟ لا ما بزلنا يعني واضحه اموره دكتور سهيل هون، عباره عن نمونيك بلورال فيوجن، يعني سموها هيدا انصباب جنب تالي لذات الرئه، كون عندنا طلع ذات رئه بالطبقيه وعلامات الانتانيه واضحه، فاذا ما بزل من سابقه ما في مشكله، مع العلم انه كل سائل جنب لازم نبذله. الامر الثاني، السؤال لك يا دكتور موسى، هذا التهاب كبد بي المريض عم يتعالج ولا لا؟ مريض هلا فتره هجوع ما عم يتعالج حاليا. بالاصل عم يتعالج يعني؟ اظن ما تعالج ابدا، يمكن تعالج؟ يعني تعالج بحياته ولا لا؟ غالبا انه كان المريض عم يتعالج لانه عم يراقب مثلا شو اسمه بيساوي تحليل بي سي ار. طب تمام، لا هو ما كان عم يتعالج فعلا، كان عمل تحليل بي سي ار كان عدد النسخ فيه 4 مليون، فكان السؤال انه هل نعالج هذا المريض او لا، كان البي سي ار فيه عنده 4 مليون نسخه. ما هو السؤال التالي الذي يجب ان تسالوه للمريض بعد ما تشوفوا البي سي ار كل هالقد عالي؟ هلا اول شيء بدنا نشوف الاتش بي اي انتيجين، هل هو النمط الطافر يعني السلبي او الايجابي، وتشوف خمائر الكبد. تمام، خمائر الكبد اهم من اتش بي اي انتيجين. تمام يا دكتور زياد، بتطلع خمائر الكبد، خمائر الكبد مرتفعه خلص بده علاج، تجمع الكبد لازم يتعالج. لاحظوا هون المريض طلبنا له اي ان ار طلع طبيعي، ما بعرف اذا مطلوب الالبومين بتذكر كان طبيعي، وظائف كبد طلعت طبيعيه مهما كانت قيمه ال اذا تشمع بده علاج بغض النظر يعني عن القيمه. تمام،
التجمع تمام، تجمع مثل ارتفاع وظائف كبد. طيب اذا ما كانت وظائف كبد يعني مرتفعه فبنشوف ال HBE انتيجين، اذا ال HBE انتيجين هذا بيدل على فوعه عاليه ممكن نعالج، اذا HBE انتيجين سلبي ووظائف كبد طبيعيه مهما كان البي سي ار ما بنعالج. تمام شباب، مده المعالجه بالتهاب الكبد بي مين بيعرف شد؟ الأقل شيء سنتين ثلاثة ممكن مدى الحياة، ولكن حكيم في كان في معيار لعوامل الخطورة، إذا كان في قصة عائلية إيجابية لسرطان كبد تمام، والعمر والجنس، وكان في معيارين ثانيات، إذا كانوا حقق المريض أكثر من ثلاث نقاط منهم ممكن يتعالج على قيمة البي سي آر بغض النظر عن أي شيء. كمان مكتوب بالأب تو ديت إنه حتى البي سي آر يعني حتى عفواً اللي عنده وظائف كبد طبيعية و HB أنتيجين سلبي إذا كان عنده قصة عائلية سرطان كبد يفضل يعني، هذا مو ريكومندد يعني، مو استطباب يعني. طبعا هاي معلومة شوي صائقة للجميع إنه ما منعالج لما يكون عندنا ارتفاع وظائف كبد، فدائما الخطوة التالية هي بتجي أسئلة بامتحانات كثير، الخطوة التالية بتطلب وظائف كبد، حسب وظائف كبد بتعالج أو لا. هلا نحن صاير الامور عندنا بالعكس، نحن اول شيء نطلب الالت، واذا شفناها مرتفعه بنطلب ال، لا ما بعضهم يعني هن الالت اكيد الالت قبل البي سي ار شباب، انه حسب السؤال حسب الالت بتعالج او لا، مده العلاج مدى الحياه يا شباب، مده العلاج مدى الحياه. طبعا الا اذا شفي المريض يعني، شفي المريض ما يعني بده ينقلب ال اتش بي اس انتيجين بده يطلع سلبي هذاك الوقت. نسبة الشفاء طبعا هو شفاء ظاهري حكيم، يعني ممكن انه بده مراقبة حتى بعد الشفاء يضل يعني، حتى لو البي سي ار طلع سلبي بدك تشوف انت العامل الاسترالي والانتي اتش بي اس يعني حتى تشوف الشفاء، الشفاء بقرره هو الانتي اتش بي اس يعني. طيب الحالة اللي بعدها اجى شيء دكتور خايب لسه؟ والله يا معلم بعثت له لسه ما يلا ما في مشكله، خلينا نشوف هاي الحاله بعدين نرجع لديك الحاله ان شاء الله تكون اذا. تفضل دكتور موسى، هاي القبل الاخيره يلا عم يقول لي جاي بلكي ان شاء الله مع نهايه هاي الحاله بيكون وصل. مريض 55 سنه عنده قرحه هضميه مع تضيق مخرج المعدي، راجع بإقياءات، وبعد هالإقياءات يعني في بعض الإقياءات صار عنده قيء مدمه، طبعا فحص السريري كان بشكل عام جيد، ما في عنده أي اضطراب من العلامات الحيوية أو إصفاء الصدر كان جيد، تحاليل مخبرية كانت جيدة ما في علامات اضطراب هيموديناميك عنده، لا مو تيومر يا حكيم، مريض عمل تنظير هضمي من فترة طلع عنده قرحات قديمة فأخذنا منه خزعات، كانت الخزعات سليمة، فهو هلا حاليا المريض عم نحطه عم نحضره للجراحه. تمام، اذا احد الاستطبابات المهمه لعلاج القرحه الهضميه غير الانسقاب هو التضيق مخرج المعده. عم بيقولوا الشباب انه ليش ما قلت انه هذا ما له ريوايس يعني عند المريض، انه مريضه راجع بالاول بعدين صار قياءات مدمات، ما عن حق انه يفكروا بهذا الموضوع. هلا ممكن حكيم انه يكون مالو ريوايس، انه كونه في المريض عنده اقياءات بشكل متكرر وعنده تضيق في مخرج المعده انه يصير عنده اقياءات عنيفه، فممكن مالو ريوايس، لانه غالبا ثاني يوم عم تتحسن اموره وبتخرج على البيت ما بيكون عنده في اضطراب الخضاب او خروج زشته مستمر. تمام، كون صار في عنا يعني تقوض زفتي والمريض قصته واضحه قرحه هضميه دكتور سهيل، فيعني الامر يتماشى مع نزف هضمي علوي، شلون اعطيته الرايزيك او الامبرازول؟ طبعا حكيم هون لما عم بيصارع الاسعاف عنا بيكون انه تقيء مره واحده وما في قصه خروج زفتي، عم نعطيه بجرعه تحميل 80 وبعدها بجرعتين 40 1/2 تمام مع إماها وريدية. طب نقلتوا دم شيء؟ لا ما اضطرينا ناخذ الدم. امتى بتنقل دم عند مريض النزف الهضمي؟ سؤال دورات هذا يا حكيم اتفضل.
اذا اضطرينا ننقل ثلاث وحدات خلال 12 ساعه او امتى بننقل دم مو امتى بنعمل جراحه عفوا اذا عندنا عدم استقرار هيموديناميكي اذا ارقام الخضاب بتنزل استمرار النزف في خضاب معين انت بتنقل عليه الدم اذا كان الخضاب اقل من 8 ننقل عليه اذا في عندنا علامات نزف هضمي فعال اقل من 7 اقل من 7 افضل ادق اقل من 7 بالنسبه للمسنين اللي عندهم امراض قلبيه اقل من 10 بنفضل نوصل الخضاب للتسعة. طيب اما انت نزفك فعال كان عندك علامات تسرع نبض عندك علامات هبوط ضغط عند المريض لا كانت علامات الحيويه طبيعيه كلها ما عنده تسرع نبض ما عنده هبوط ضغط طيب ما عنده شحوب يعني سريريا ما في داعي ناخذ دم فقط إماها ومضادات مضادات طيب مرحب دكتور خالد معنا الحالة بصراحة غريبة شوي وحتى الآن ما وصلنا إلى تشخيص محدد تفضل دكتور موسى مريض 36 سنة مدخن ما عنده سوابق مرضية سوابق عائلية كمان ما في عندهم سواء أنه قصة سرطان عند ابن عمه يعني ما كتير واضحة أو متوجه لها المريض راجعنا بقصة ألم بطني مع إسهالات دهنية من أكثر من 20 يوم مع تعب عام وشحوب لما وصل الإسعاف مريض واعي متجاوب كان عنده شحوب بالملتحمة مع تطبل بالبطن وزمات بالساقين مثل ما احنا شايفين في وزمات انطباعية بالساقين هلا صراحة بالفحص في هيك شكل مميز للمريض عمره يعني مثل ما لكم شايفين 36 سنة لكن المريض أصلع في عنده مش بسموه هيدا يعني جلد لماع مشدود نقص في يعني الأشعار حاصة شاملة تقريبا ما في شعر بصدره ما في شعر بالأطراف السفلية وهالتساقط الأشعار الشديد على الرأس المريض مشتعل الشيب في رأسه يعني وجه غريب شوي الجلد لماع مثل ما قال حتى يعني فتحة الفم صغيرة هلا بالأطراف السفلية الأطراف عفوا العلوية ما بعرف إذا واضح عليكم بالصورة كمان هذا نكبرها مرة ثانية الأظافر هيك لونها أصفر لكن ما يعني مميز لشيء المريض بيشتغل بالبناء عامل بناء اتشمنتو في شوية تبقرط أصابع لكن خفيف يعني زي ما نقول تبقرط ما أنا متأكدين منه لأنه عملنا علامة شمروس كانت سلبية يعني إيدين المريض إيدين واحد ختيار بسبب يعني مثل ما قلنا العمل هو بيشتغل عامل بناء يعني وهي عندنا وزمات انطباعية مع غياب الأشعار المريض كان ضعيف كتير عنده نقص وزن ضلينا نستجوبه على قصة سابقة لأسهالات ما كان يجاوب إنه قصته فقط من 20 يوم تدهور فقط من 20 يوم يعني حتى إذا بدنا نطبق عليه شرط إنه هو إسهال مزمن لسه ما حققه عادة إسهال مزمن أكثر من 4 أسابيع هل حاد تحت الأسبوعين بين الأسبوعين والأربع أسابيع يعني نسميه تحت عادي يعني. طيب تفضل استقصاءات دكتور موسى بالاستقصاءات عملنا التحاليل عامة لقينا الخضاب نازل فطلبنا تحاليل إضافية لموضوع ثقل الدم اللي هي الفريتين والسعة الرابطة والحديد مع الشبكيات ولطخ الدم محيطي الحديد المصل كان 65 الفريتين كان 243 مرتفع قليلا السعة الرابطة 320 الشبكيات هي 4% طبعا اذا صححناها بتطلع 2% يعني تبع الخضاب او الهيموتوكريت تصحيحها بيطلع طبيعي نعم هل يشير هي لا هي يعني هي التحاليل بتشير لفقر دم بعوز حديد دكتور موسى
المشكلة الأرقام حتى هي، لأن الفريتين مرتفع شوي يعني، مو شوي مرتفع يعني، الفريتين فوق 100 أحيانا مرتفع بينفي فقر دم بعوز حديد. هذا كان من الأشياء المحيرة يعني بهذا المريض. أيضا شو في عندنا كمان تحاليل، إذا لاحظتوا الكرياتينين 0.9 يعني، حتى الكرياتينين عنده منخفض وليس يعني طبعا يعني الكتلة العضلية اللي عنده. CRP كانت مرتفعة، سرعة التسفل كانت 120 كمان كثير مرتفعة. طلبوا الشباب الضاد الزلاقي أنتي تيشو ترانسكلوتاماز كانت نيجاتيف يعني. نيجاتيف. طلبنا تي سي اتش كمان كان سلبي. تي اس اتش كمان سلبي نعم. سلبي. تفضل دكتور خالد ما بعرف إذا بتحزن تحكي. طبعا ما في عنده صلب جلد المريض يعني، حاولنا نفحص فحصنا ايده. السلام عليكم، شلونكم يا شباب؟ حصل جلد الوجه كمان كان طبيعي. اهلين دكتور خالد تفضل. الله يعطيكم العافية، ما شاء الله محاضرة وجلسة مميزة. الله يسلمك يا رب. هلا بصراحة هذا مريض يعني قصة بحد ذاتها انه 20 يوم يعني بوردر لاين نعتبره مزمن، بس يعني مع هيك حالة عامة سيئة مع الدنف اللي هو فيه مع التبدلات الجلدية بعتقد انه مزمن. والوزمات الانطباعية كمان دكتور بتدل على نقص الألبومين يعني كمان. طبعا انا ما شفت الألبومين، ما شفت عيار بي 12 عند المريض، عيار الفولات هذا البهمونة بصراحة عند هيك مريض. لا الألبومين نزل كان فعلا. الألبومين نزل نعم. أربعين ثلاثة عيار بي 12 عيار ما منهم هذول. لطاقة محيطية صغير الحجم ناقص الصباغ. من عملية لطاقة. طيب بروفايل الكالسيوم والآين آر ما انتبهت لهم كمان معمولين يعني الكالسيوم الفوسفور. الكالسيوم لا والآين آر لا. الكالسيوم طبيعي حكيم كان حوالي 9.5. دكتور زياد عبد الله يعني اللي فيتامين د كمان الكالسيوم فوسفات يعني بروفايل الكالسيوم الكامل معمول ما طلبنا. لا ما طلبنا. طيب مش هذا اعتبرنا اسهالات امين المزمن. بصراحه هون عندنا في 3 تشخيصات احتمالات بالنسبه لي عند هذا المريض. بيجي سوء الامتصاص رغم انه ما كثير وصفي يعني، بنشوف سوء الامتصاص سواء على مستوى العلوي او السفلي باسبابه المختلفه، هذا ضمن التشخيص التفريقي ليس على راس القائمه. الاي بي دي ممكن اي بي دي المريض يكون كرون بشكل رئيسي باعتبار ما في دم ما في اعراض واضحه كرون ديزيز، او بشكل اقل احتمالا اليو سي اوستريتيف كولايتس كمان هذا احتمال. الشيء الثالث تكون في مالجنانسي عند المريض وترافق مع سبب ثاني للاسهال مثل مثلا سيبو سمول انتستينال باكتيريا اوفر جروث خاصه مع هيك حاله دنف شديد ومع هيك صرت تصفر عليه. عفوا دكتور سيبو يعني تابع للمالجنانسي ولا لحاله؟ سبب ثاني قبل من الاسهالات يعني المالجنانسي نادر لا ترافق بالاسهالات، ممكن ترافق بالاسهالات. فبقول انه يكون اكثر من شغله عند المريض مشان انه يعني نوسع افقنا ليش هيك المريض صار عنده الاسهالات والدنف الشديد. نعم. فرط النموذج يعني فرط النموذج الجرثومي عادة بيكون الأمعاء قصيرة أو بيكون مثلا عندنا مرض مثل مثلا سرطان الجلد أو سرطان. نعم. أي تمام. أو السرطانات أو مثلا السكري المهمل نقص المناعة، في يعني عدة أسباب تعمل السيبو. فالورك أب تبع هذا المريض يعني بدنا نشتغل نكمل دراستنا المخبرية، الشيء اللي قلناه لازم نكمله. انا بفضل هذا المريض كمان نعمل له اضداد الزلاخي كامله يعني نعمل له شيء اي جي جي مو بس اي جي اي الانتي تيشو ترانس جلوتاميناز اي جي اي يعني نطلب له اي جي جي مثل الانتي دي جي بي او الانتي جليادين انتي جاب. تمام. الانتي دي جي بي ما بعرف متوفر عندنا هون ولا لا؟ ما متوفر، بس عم بيعطونا الجليادين حتى الاندوميزيوم موجود بس ما حدا بقى يطلبه. يعني نحن نحكي كناحيه علميه نطلب له الانتي دي جي بي عند هيك مريض. هذا بعمل له أبر إندوسكوبي. تمام. بحطه يعني خطة أبر أند لور إندوسكوبي. أوكي. تمام معلم. منكمل دراستنا الدموية مثل ما حكينا. حقيقة طلبنا له تحليل براز بس المريض رفض يعمله. هلا كمان بالنسبة للدراسة البراز الكالبروتاكتين يعني نطلب له الفيكال كالبروتاكتين كثير مهم. نعم هذا بيفيدنا بالتشخيص اليو سي ما هي؟ اليو سي والاي بي دي كلاتو كرون. نعم.
يعني هذا ما يبدو ورك اب، نحن عملنا كورك اب، ما في سبوت دايجنوز عند هذا المريض، في ورك اب لا. لازم نشتغل على هذا المريض. عملنا مثل تجربه اثناء المناوبه دكتور خالد، قلنا له المريض من هون لست ساعات ما تاكل، كان هو رايح جاي على التواليت، فقلنا رحت مره واحده فقط. ف احنا احترنا نصنفه هون يعني انه التحسن مع الصيام. هلا الاي بي دي اذا ما اكل المريض ما بخرج كثير بالعاده، تمام؟ يعني مرضى الاي بي دي بس يخف اكلهم بيخف خروجهم، الا اذا كان بفلير مهمة يعني، هون بيضل المريض مسهول. ممكن المريض يكون مثلا عنده كرون اصابه منيحه، رغم انه القصه ما انا وصفيه يعني، هذا المريض بصراحه قصته ما انا وصفيه. نعم بده ورك اب يعني. خلاص ارتفاع سرعه التسفل يعني بين هيك الامراض سوء الامتصاص ايش هون كمان التوبركلوز مرتفع كثير بصراحه. انا افكر مثبت لك يا اما المريض عاده نشوفه بالتيومرز بالاوتو اميون ديزيزز وبالتي بي هيك اسرع مهمه يعني، هي نادر نشوفه بالانتانات العاديه او بالالتهابات العاديه حتى بالاي بي دي يعني. في تازر من فقر الدم الشديد بس يعني عم نشوف سرعه تسفل كثير عاليه بصراحه. سوء الامتصاص بصراحه ما بيسبب ارتفاع سرعه التسفل يعني. لا الامتصاص هو ما ليس على راس القائمه في تشخيص هذا المريض يعني. أنا كان صراحة أهم شيء عندي كان ننفي الخباثة وبدأ تنظير هضمي علوي وسفلي صراحة. تمام. كرون كمان وارد، السل كمان وارد. تمام. تسألك دكتور ميكروسكوبيك كولايتس إيش هو يعني ممكن عند الميكروسكوبيك كولايتس؟ هو عادة ما بترافق بال شو اسمه الاضطراب الشديد، ما بكون أعراض شديدة لهالدرجة، ما بكون سيرو سريع، بكون عادة نسميه بيجي انسيدنس يعني بيجي شوي شوي مخاتل للسير. عادة المرضى بكونوا مشخصين اي بي اس سيرو مزمن نوعا ما، تشخيصه طبعا بالكرونوسكوبي مع بايوبسي. ما بشوف ارتفاعات بسيرة التسفل، ما بشوف الدنب في الحاله العامه السيئه. نعم هذا يعني بعتقد انه بين الكرون ممكن لانه في ارتفاع مهم بالسرعه، هذا لازم نعمله كاربلوروتاكتين وبقيه التقييم الاخباري، حضروا للكولونوسكوبي ولا ابر اندوسكوبي بنفس الوقت. اوكي. كنت بدي اسالك في مانع شيء اذا حطينا المريض على يعني معالجه تخبريه للاي بي دي؟ هلا المريض الاي بي دي بدنا نحط له، هل يضر مثلا تنظير او هيك شيء كون المريض اذا في ستيرويدات؟ هلا نحن بالهجمات بحالات نحن خلينا نقول المودريت تو سيفير بدنا نحط ستيرويدات، هذا اذا اعتبرناه مودريت تو سيفير. ستيرويدات بتضيع المنظر العياني وبتضيع المنظر الميكروسكوبي يعني بتضيع لنا التشخيص. تمام. احنا اذا مايل تو مودريت ممكن نعطي العلاجات البدايه الموضوعيه، اذا او العلاجات الاقل مثل الفايف ازا باستثناء كرون، طبعا الفايف ازا بكرون ما عاد مفيد. اذا نحن بنقسمه لمايل تو مودريت ومودريت تو سيفير، وفي الفليرز لها تدبيرات خاصه. إذا بدنا نقول هذا مودريت تو سيفير بدنا نعطي ستيرويدات، فهي راح تضيع لي المنظر العياني والمنظر الميكروسكوبي. فالأول شيء تشخيص باشا. احترنا بصراحة والله المريض مسكين يعني، أنا ما استفدت شيء عندكم. سهل المريض المريض سهل حكيم، بس بده الشغل بسرعة شوي يعني، بدنا نكمل دراستنا والله يعني أسرع من هيك ما في يعني، خلال 24 ساعة منك كل هدول بس تنظير. ما شاء الله عليكم ممتاز. عم ننتظر وإجا العيد إجا الهضمي. صارت كرة بملعب المنظر يعني، هو بده يشتغل ينظر يعمل أبر إندوسكوبي يعمل لور إندوسكوبي مع التيرمينال إليوم. معناتها سرعوا لنا شباب بموضوع تنظير هضمي علوي سفلي، وإذا بس نظرتوا يعني انزلوا على الاسترويدات معالجة تخبرية ما في مشكلة يعني. حتى ممكن المريض إذا كان مالجنانسي يستفيد شوية من الاسترويدات أول مرحلة، لكن بدنا ننتبه المريض ما يكون تي بي يعني بصراحة. هذا المريض ممكن نعمل له تيوبركلين تيست نشوف اذا في شيء. دكتور سؤال حكيم، هل هذا المريض عنده شيء موجودات فمويه مثلا قلاع او قرعه تنفسيه؟ لا ابدا سالته. احيانا بهجت بيجي بهيك اشكال، اذا كمان بهجت كان في قلاع فموي سالناه وفحصناه صراحه الامانه يعني، حتى شكله غريب المريض. انا اصريت الشباب يعملوا ياخذوا لي صوره له، انه فعلا يعني مريض بهالعمر عنده صلع، عنده تساقط اشعار حاسه شامله يعني، حس في مشكله يعني. كمان كنت عم فكر في المريض باعتبار موجودات جلديه تتوافق مع قصور قشر قزر يعني، نطلب له
الكورتيزول اذا ما باعتبار الحصه والصلع طب له الكورتيزول الصباحي مبدئيا كورتيزول بول 24 ساعه. نعم ما خطرت انه والله نفكر فيها ابدا. وطبعا شوارد ما شفناها مشان كمان موضوع قصور الكظر. شو وضع الشوارد؟ شوارد شباب موجوده؟ ما نسيت اذا كانت طلبتوها او لا، اظن طالبينها. هذا حكيم بس كان في شوارد مطلوب له الكالسيوم كان 9.5 صوديوم بوتاسيوم مطلوب؟ لا ما مطلوبات هاي سهله طلبوا لنا يعني من المشفى موجوده. تمام حكيم. طيب سؤال دكتور خالد، يعني نحن طلعت عندنا الموجودات بالنسبة لفقر الدم غريبة شوي، الفريتين مرتفع يعني، فبرأيك هاي يعني بسياق الالتهابي عند المريض؟ سياق حركية التهابية يعني صحيح. اللطاقة أراها دكتور دم؟ اللطاقة أراها طبيب دم؟ لا مو طبيب دم، لا طبيب لأنه هيك رقم بالخضاب بصراحة المريض معاوض وضعه منيح وبشكل حاد ما بيمشي مع عوز حديد، يعني مريض خلال مثلا طول اسبوعين ثلاثه صار خضابه 5 والمريض سريريا مقبول غالبا عوز ب 12 يعني ب 12 او ب 9 داخل على الخط. لذلك استشاره دمويه مهمه يا شباب. تمام تمام معلم. تمام الله يعطيك العافيه دكتور خالد. يعني الحاله بان غريبه حالة حلوه والله بدها وقفنا عندها لانه ما هي نموذجيه صراحه يعني. صحيح يعني حالة حلوه بدها شغل والله بدها دراسه من اكثر من طبيب. انا عملت هيدا طلعت هذا المخطط هيك على السريع لنصنف الاسهال المزمن اللي هو اكثر من 4 اسابيع. نسال انفسنا دائما اذا في عندنا مثلا كريات بيض بالبراز دم قيح حراره بنروح على الانفلاماتوري اكثر شيء. اذا ما في هدول موجودات بنروح على الاوزموتيك او السكريتوري الافرازي او الحلولي. يعني الانفلاماتوري بيجي في عندنا الاي بي دي الاشعه المالجنانسي يعني البكتيريا الغازية يعني بحكي لك على التي بي مثلا سي ام في هدول مرضى الايدز والاتش اس في انت اميبا هيستوريكا الى اخره. بالنسبه للسكريتوري الافرازيه في عندنا الاستئصالات الاليوم والادويه مثل الميتفورمين عندنا لا تنسوا بيعمل اسهال كثير الهرمون الاورام المفرزه للهرمونات مثل الكارسينويد الفيبوما والجاسترونوما هذا بتعرفوا اللي بيعمل زولينجر اليسون الميكروسكوبيك كولايتس والبروتين لوزينج انتروباسي اتيلات الامعاء المفقده البروتين. الاوزموتيك اللي بتعملنا يعني بيكون واحد مثلا عم ياخذ مسهلات على المغنيزيوم احيانا او السوربيتول السالات الدهنيه مثل اسواق الامتصاص يعني في انتان بيعمل اسواق امتصاص هو الجيارديا حطوه بذهنكم دائما من الأسباب الإسهالات المزمنة هو الجياردية قصور البنكرياس أيضا في إسهالات مزمنة وظيفية بتكون بسياق الـ IBS يعني أو المرضى اللي عندهم سكر بصير في عندهم اعتلال أعصاب ذاتي فممكن يجوكم بإسهالات مزمنة يعني هذا بيكون وظيفي يعني وعلاجه غالبا هدول الـ IBS والداء السكري الإسهالات فيهم الإيموديوم أو هذا المعروف اللاموتين. إذا في تعليق على الجدول الدكتور خالد؟ لا ظريف كثير والله يعني ظريف كثير وشافي وكافي. هذا التروبيكال سبرو شيء ظريف دائما الواحد يفكر بشكل بطريقة ألغوريثماتية يعني. يعني الواحد بصير هيك دائما مخه ألغوريثماتي خوارزمياتي يعني كثير يكون شغله منهجي وعلمي. الزرب الاستوائي ما موجود عندنا هذا المرض يمكن؟ هلا هذا بمناطقنا ما له موجود على كل متشخص بالبيوبسي يعني عادة. بيوبسي تمام هذا الزرب الاستوائي بالمناطق المدارية عادة. السيبو هو فرط النمو الجرثومي كمان عشان إذا حدا سأل. يعني هلا هذا المريض ممكن يكون سيبو إذا في شيء ثاني يعني بسياق اي بي دي بسياق مالجنانسي ممكن يكون سيبو. احتمال. الله يعطيكم العافيه. تشخيص السيبو يعني في رشافه الامعاء وفي عندنا البريث تيست اختبار التنفس ما موجود للاسف. الله يعطيكم العافيه. شكرا دكتور خالد لمشاركتك ونتمنى مشاركتك دائما معنا. احنا كل يوم سبت او احد عم نعمل جوله على المشافي. والله بنستفيد ونسر ان شاء الله على بركه. نستفيد منكم ان شاء الله. حياكم. شكرا لمشاركه الجميع وتصبحوا على خير. طيب تعطوني ان شاء الله نحضره معنا دكتور خالد حكيم. تمام.